كنتم مشاهدينا الكرام، اسعد الله ومساكم مساء الخير عليكم. مرحبا بكم معنا في العدد جديد من برنامجكم برنامج ناس البالون عبر تلفزيونكم تلفزيون لينا. العدد الثاني اكيد راح نتكلموا فيه على كره القدم سيتوتا في نورمال، نتكلموا على ما يحدث في البطوله الوطنيه، نتكلموا ايضا على المنافسه الافريقيه وما اسفرت عنه قرعه الدور 16 ودور 32 لكاس الكاف وكذلك رابطه ابطال افريقيا. الجزائر ستكون ممثله باربعه انديه، اثنين في رابطه الابطال واثنين في كأس الكاف. نتكلموا أيضا على ما أسفرت عنه الجولات الست للبطولة المحترفة الأولى، راح تكون عندنا قراءة خفيفة ظريفة في ما وقع في الجولات الست الأولى للبطولة الوطنية المحترفة. نتكلموا أيضا على واقع التحكيم اللي يبقى في كل مرة محل سخط العديد من المدربين وكذلك رؤساء الأندية. نتكلموا على شوية على محترفين، على أخبار المحترفين، أخبار محترفين أيضا مع الأندية تحم. ونتكلموا أيضا في عدد اليوم على الملاكمة، والملاكمة حتكون حضرة معنا الملاكمة النسوية اللي تحضر للأولمبياد اللي حتسجل المشاركة الأولى في تاريخ الجزائر، طبعا حتكون إن شاء الله في طوكيو 2021. كل هذا ومواضيع أخرى حتكتشفها معنا مشاهدينا الكرام في هذا العدد كما قلت الثاني من برنامج ناس البالون. ونبدا نرحب كما تعودتوا على ليكيب تاعنا ليكيب دو شوكا. كاين اللي ما جبتهمش ليكيب دو شوك، فاروق بن قايد مساء الخير. مساء الخير، مساء الخير اخ محمد، و توجور ان بليزير نتلاقاو شاك لاندي، نتلاقاو الحصه ديالنا في حصه ناس البالون. ناس البالون، ونشكر الضيوف، الضيوف اللي راح يكتشفهم دوك الجمهور، وليكيب دو شوك اللي قلت عليها. اليوم اليوم اون ريكوبيري لوتو تاع مقدمه سبيسيال ليغو ارموندو مارادونا. الترحيب راح يكون سبيسيال، بصح ما نروح عند سبيسيال، نروح عند خديجه خداوي الليدي تاع برنامج ناس البالون. مساء الخير خديجه. خرجت عليك الليدي هذه، ما توفيهاش بزاف. شكرا لك محمد سليماني على المقدمه تاع الليدي، ومرحبا بكم ومرحبا بالجمهور اللي يشاهد فينا. كما قلت ايكيب شوك، اي جو سوي فيير دو فيغ بارتي دو سيت ايكيب شوك. وانا فيير اللي راكم معايا كامله، سي تو تافي نورمال. نشكر روحنا بزاف على باهي دوك الضيوف تاعنا. ايفا المقدمه اللي راح نديرها باسكو كانت عندنا العضو اللي كان غايب الاسبوع الفارط في العدد الاول من ناس البالون، الارجنتين عطتنا مارادونا، والفوتبول تاعنا تاع الجزائر بدلنا مارادونا الكره النسويه. نايمه لوادي مساء الخير. مساء الخير. مسكين مات مارادونا. مارادونا مات وقعدت مارادونا تاع الجزائر. هذا ما كان، هذه هي البركه. مساء الخير، سام في فريمون بليزير اللي عاودت وليت، يعني شو ديزولي الحصه اللي فاتت كنت شويه مريضه. ربي يجيب الصحه. حصه جوزتوها توب ما شاء الله، ان شاء الله حصه رياضيه يعني متنوعه وتقدم للجديد للتلفزيون الجزائري، القناه الجديده، وان شاء الله يعني اليوم نكونوا خفاف على ضيوفنا ونقدموا يعني حاجه احسن وفي ناس البالون ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا بك يا نعيمه العوادي، توجور كونتون كي تكوني حاضره معنا وتكوني حاضره معنا في البرنامج، برنامج تاعنا ناس البالون. عضو رابع تاعنا في فريق ناس البالون كريم بالعربي، الصحفي في الفريق، فريق ناس البالون. مساء الخير كريم. مساء الخير محمد. نصفقوا عليك كريم. نصفقوا لي. نصفقوا لك. مساء الخير محمد، مساء الخير لكم مشاهدي قناة لينا. إن شاء الله ندوزوا وقت ممتع اليوم إن شاء الله رفقة الشيخ. ما ترحبش، أنا نرحب. خلاص خلاص يا أخي. صلاحيات ما ديباسيهمش الحمد لله. دونك إن شاء الله ندوزوا وقت ممتع إن شاء الله مع ليكيب دو شوك وأنت والضيوف اللي معنا. إن شاء الله كريم يعطيك الصحة، مرحبا بك، يعطيك الصحة اللي حضر معنا اليوم. إذا بدنا نرحب ضيوفنا مشاهدينا الكرام، الضيف الأول غني عن تعريف، مدرب صالة وجل في الأندية الجزائرية، صالة وجل أيضا في دول الجوار، مدرب قدير، مدرب ترك اللمسة في كرة القدم الجزائرية، عز لينا يجودي. مساء الخير كوتش. مساء الخير أخ محمد، أولا نباركوا القناة لينا وإن شاء الله عندنا ثاني بنتي لينا. الله يبارك. الله يبارك. صافي بليزير، صافي مالا لينا وليكم وليك انت تاني. فوالا هذه هي خلاص ان شاء الله. صافي بليزير، اون ايكيب دو شوك مع لان دي ميير جوار دالجيري. كابيتان كابيتان يلعب عندي ونحبه بزاف. ونعيمه راهي اونسيان تاني هي. اوي اوي في الدار التعريف. جابني نشكروه. نشكروه بيان سور. ان شاء الله ضيوف شامبيون والشامبيون اولمبيك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. خديجة شوفوا لي رابور ديالها. خديجة شد لي كيلي بلا شد لي كيلي تاع البلاطو الفيولونيستا. يعطيك الصحة الشيخ، ميرسي بوكو لك حضر معنا اليوم. ضيفتنا الثانية ايضا اكيد عرفتوها، هي رميسة بوعلام البطلة الجزائرية في الملاكمة. رميسة مساء الخير.
رميسه رميسه غير صفقوا لها خاطر تاع البوكس ما تصفق سي بون. مرحبا رميسه. نشكركم على الاستضافه وسي تان اونور كراني معكم اليوم وان شاء الله ندوزوا هذه الحصه مليحه. مليحه الشرف لنا لانه انت اول ملاكمه جزائريه بلغت الاولمبياد اللي حتكون ان شاء الله كانت معوله 2020 تلمو خافوك دناوه حتى 2021. ايه خلوني نبريباري مليح باش نكون واجده. صافي بليزير رميسه يعطيك الصحه. نتكلموا على واقع رياضه الملاكمه نسيو، نتكلموا ايضا على تحضيراتك اللي راهي تمر في ظروف شويه استثنائيه خاصه في ظل هذا الوباء وباء كورونا. على بالنا بلي كاين بزاف لي ديفيكولتي وصعوبات كثيره راهي تواجه رياضيه النخبه اللي يحضروا للالعاب. حنتكلموا عليها طيله عندنا ساعه وقريب ساعه قريب زوج سوايع نهضروا بها نهضروا الاس. يعطيك الصحه رميسه مرحبا بك كونكورين فوا. يعطيك الصحه اللي حاضره معنا في برنامج ناس البالون. مشاهدينا الكرام نبداو في البرنامج نبداو في السيريو في الفقره الاولى من البرنامج فقره كرونو. إذا فقرة كورونا حنتكلموا فيها على عدة مواضيع اللي تخص الأكتواليتي تخص أحداث الأسبوع. أكيد حتكون البداية من المنافسة الإفريقية من قرعة دور 16 لرابطة أبطال إفريقيا وكذلك الدور 32 لكأس الكاف. كما قلت الجزائر ممثلة بأربعة أندية، عندنا البلدية العاصمية وكذلك شباب الوزداد في رابطة الأبطال والكبيرين وفاق سطيف وشبيبة القبائل في كأس الكاف. عجبتك الكبيرين نعيمة؟ شتك بليك عجبتك تاع شبيبة القبائل؟ أكيد غنية التاريخ ستوطا في النورمال. دونك نتكلموا كما قلت على القرعه، اذا كان ممكن امين اعطيني فقط القرعه باش نتكلموا عليها رفقه الضيوف ونبداو اول المواضيع تاعنا في هذا العدد. وفي هذا العدد الثاني كما قلت لناس البالون نتكلموا على القرعه، قرعه رابطه الابطال الافريقيه. اذا المجموعه الاولى فيها الاهلي المصري فيتا كلوب سيمبا وكذلك المريخ السوداني. المجموعه الثانيه اللي تهمنا احنا كجزائريين مازيمبي سان داونز الجنوبي افريقي الهلال السوداني وشباب بالوزداد. المجموعه الثالثه الوداد البيضاوي حوريه كوناكري الغيني كذلك بيترو اتليتيكو وكايزر شيفز. والمجموعه الرابعه الترجي التونسي الزمالك مولوديه الجزائر وتونغيت السينيغالي. كي نقولوا تونغيت نقولوا اقصى فريق الرجاء البيضاوي، يعني فريق اللي نديروا له حساب. اكيد راح نبدا معك الشيخ عز الدين اي جودي، مادام عندك الخبره في ادغال افريقيا تعرف جيدا منافسه رابطه ابطال افريقيا فهمك في الكونسيرت برك انه السؤال كي نسقسيك سؤال عندك 60 ثانيه باش تجاوب تعطينا المفيد ومن بعدك راح يكون فيه نقاش حول القراءه تاعك لراي في هذه رابطه الابطال وحظوظ فريق شباب لوزاد وكذلك مولوديه الجزائر. عندنا ثلاث مقابلات في الجزائر وثلاث مقابلات خارج الديار. هنا الفرق حسب التجربه حسب الامكانيات حسب الفورمه تاع الاسبوع ولا تاع يوم المباراه ثم نحسوا. اما المجموعه ككل فمجموعه مولوديه كانت قادره تكون في مجموعه الوداد ولا في مجموعه الاهلي مثلا، فاظن ان الامر هذا يعني دائما يبقى صعب. كل فرق ما هما يديروا لنا الف حساب، ولكن انا قلت لك ظروف تاع الفريق تاع سواء شباب الوزداد ولا فريق مولوديه العاصمه ساديبون يعني حسب الظروف تاعهم في هذه المقابله. وانا نقول اني نشوف انه يقدروا يديروا حاجه يمشوا يخرجوا للربع النهائي. يعني فريق شباب الوزداد مولوديه الجزائر يعني انا قلت لك انا كالك سوا ميم كان يديروا في فوز واحد اخر نفس الاحساس ونفس القراءة اللي مدوها لأن مجموعات كامل صعبة. المجموعات كامل صعبة فريق بالخير نعطيك ليك لابارول لأنه المجموعات صعبة تعرف أدغال إفريقيا توج ديجا مع شبيبة القبائل بالك المولودية طاحت في مجموعة الموت ترجي الزمالك مام تونغيت فريق لا يستهان به شباب الوزداد أيضا حظوظه ليست نقول له كاين حظوظ ولكن تبقى صعبة تبقى مأمورية صعبة. نكمل كيما قال الشيخ تلحق المستوى هذايا راه في لي جروب وكدايا لا شامبيونز ليغ لازم يكون مستوى عالي للفرق كاع عندها. حنا شفنا بلي الفرق في سوا في الجروب تاع الشباب الوزداد للفرق كلها راهي في المراتب الاولى مام في الجروب تاع مولودية الجزائر اللي مام الزمالك راهي في المرتبه الاولى وليسبيرونس دي تونيز راه في المرتبه الاولى ما عاد الفريق السنغالي مازال ما لعبش عندهم لعبوا دو جورني راهو ماهوش لعب هو كاع راهو زيرو بوان زيرو ماتش لانه كان مرتبط بالبطوله. انا نقول باللي المنافسه هذه نروحوا كمولوديه الجزائر ما نساوش باللي اول فريق جزائري اللي فاز بكاس رابطه الابطال اللي ما كانتش صح لا شامبيونز ليغ مي تروح بالاسم تاع مولوديه الجزائر اللي عندها
لي ديرني طون ما كنا شفناش الفرق الجزائريه تبارتيسيبي بزاف ابار المولوديه لوسما وشبيبه القبائل. انا نقول باللي الحدود مازالها وكما قال الشيخ يفو نيغوسي لي ماتش تاعك. قبل ما نعطي الكلمه لكريم بالعربي لانه عنده تدخل، حب يرد على الشيخ فاروق ولا على الشيخ عزينة يجودي. امينه، اذا كان ممكن نستمع الى تصريح مدرب شباب بالوزداد فرانك دوما اللي يتكلم على حظوظ فريق شباب بالوزداد في رابطه ابطال افريقيا. Nous oui, on avait juste accepté le tirage, on n'avait pas de choix ou quoi que ce soit. Mais c'est comme ça maintenant. Non, pour ceux qui disent que c'est un groupe à notre portée, je crois qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Hein, on rencontre des gens qui ont de l'expérience de la Coupe africaine. Rien n'est facile. On va vendre chèrement notre peau, c'est l'objectif. Hein. J'ai toujours dit que nos limites seront démontrées par rapport à l'adversaire. Donc voilà, on y va avec nos qualités, nos défauts, notre envie. Un peu notre insouciance aussi, parce que ça fait partie du jeu et c'est peut-être aussi un atout. On y va pour représenter le CRB, pour représenter le football algérien. Et voilà, on est. Le choix du groupe, on l'a pris avec beaucoup de fierté aussi à la fois, parce qu'on fait partie des 16 derniers participants. Donc c'est bien, mais il faut juste remettre un peu les choses en ordre. Voilà, on va apprendre aussi, ça va nous faire du bien pour la suite et c'est pas d'un point de vue sportif, c'est pas un groupe facile. إذا كان هذا كلام وتصريح فرانك ديما مباشرة بعد سحب القرعة الخاصة برابطة أبطال إفريقيا في دورها 16. طبعا شباب الوزداد كما قلت مأموريته ليست بالسهلة، وفرانك ديما أكيد يعي يدرك حجم المسؤولية الكبيرة اللي حتكون على عاتقه على رأس فريق شباب الوزداد. قبل ما نعطيك الحق الرد كريم بالعربي. لا محمد، هي على كل حال عنده الحق واش قال فاروق ولا كوتش عز الدين. هي الانديه الجزائريه ما عندهاش واش تخير، يعني كل الانديه الكبيره تاهلت بما في ذلك الزمالك والاهلي والترجي ويعني والوداد البيضاوي والتي بي مازامبي. لكن الشيء اللي يخوف هذه السنه في هذه الطبعه هو التخوف من ارهاق اللاعبين الجزائريين، خاصه انه البطولات وقفت لفتره طويله 8 اشهر عاود تولات ب 20 فريق، يعني الرزنه ما حتكون كثيفه هذا الموسم. مع بدايه البطوله الافريقيه بعد حوالي شهر على ما اعتقد راح يكون مشكل ربما تاع برمجه تاع المباريات بين المباريات المحليه البطوله الوطنيه والمنافسه الافريقيه. لهذا اعتقد انه اكبر عدو للاعبين ولا الانديه الجزائريه هذا الموسم هو اللياقه البدنيه ويعني الارهاق اللاعبين. ارهاق اللاعبين بصح كاين ما تشوفش بالك انه ما محبسنا ابخي ويموا بالك البطوله الجزائريه ولا الجزائر هما الفرق الاكثر راحه في هذه الفتره، ما بيش بالك لي زيكسبير هما اللي يقدروا يشرحون هذه النقطه. اسكو هذا راح ياثر سلبا عليهم ولا ايجابيا على لياقتهم البدنيه؟ باسكو محبسوا بزاف كمان مريحوا ويموا تمشوا. انا تكلمت محمد اكثر على الرزنامه، يعني الرزنامه صح. وتزامنها مع الان خاصه هذا الموسم كاين 38 جوله. يعني الانديه الجزائريه محليا راح تلعب ربما ثلاث مباريات في اسبوع، ماشي متعودين. تخيل راح تكون فيه منافسه افريقيه كامل، ماشي متعودين. وتنقلات للخارج خاصه شباب الوزداد اللي راح ينتقل يعني الادغال افريقيا عكس فريق الجزائر اللي راح تكون تنقلاته هنا في شمال افريقيا. هي كما يقول كيسيون دا امكانيات دوك، باسكو الفرق دوكا هادو راهم فرق محترفه دوكا. شاك 3 جوغ عندك تقدر تلعب كما نشوفوا في لو نيفو 3 جوغ تلعب كوب دوروب تلعب الشامبيونا. حنا دوكا تولي الفرق، حنا لحسن الحظ عندنا مول الجزائر وشباب الوزداد اللي ما نساوش بلي عندهم امكانيات في هذوك السنوات هذو الاخرين عندهم امكانيات عندهم خبره ثانيه باش يقدروا ميم في لي فواياج تاعهم يدوا طياره وحدهم يدوا لي موايان سواء ميديكال ولا كذا. هذا يلعب دور. بار كونت كنا نشوفوا زمان اللي وين تروح دير ديزيسكال تاع 10 سوايع باش تزيد تحكم نورمالمون. هنايا الاداره لازم دوكا تقرا كاع هذو الامكانيات تاع واش راح يكون يسناهم والبروغرام لازم يكون عندهم. دوكا الاتحاديه لازم مام الاتحاد الرابطه لازم توفر شويه ظروف اللائقه لهذو الفرق باش تخليها
جوستومون راح تمد لنا كما يقول لك تمد لنا بون ايماج للشامبيون تاعنا ان شاء الله. صح تفضل شيخ تفضل باش نسمع لعيبه. لك لا بريباراسيون اللي تندارت سا ديبون واش عليك كان الفورما حسب الفورما سي التورنو فير اوسي سي ليفيكتيف كاين ان ايفيكتيف ريش اللي تقدر تدورو تخدم به شويه في البطوله وشويه في لي ماتش انترناسيونو سي لو رول دو لونترينور تاني. حنا كنا جوي دي كوب دافريك ماما وفريق كان معنا اون فيزي لو تورنو فير مالغري كنا سوا ديزون كما قال لك تمشي تسافر ثلاث ايام تسافر ترقد في الايروبور جو بونس كو سي اون دوا ايفيتي لو كان يعني نيفيتيو هاد الامور هادو كامل لا ريكوبيراسيون تكون احسن واذا كانت احسن الفرق في لا ريكوبيراسيون صح يعني لو لوندمون اون بليس دو سا جو بونس انا رايحين ندخلوا كامل الفرق كيف كيف كو سوسوا لي تونيزيان حظوظ احدكم متكافئه ومتساويه بين كامل الفرق 16 اللي راهم في هذا الدوره. نسمع رايك نعيمه العوادي كلاعبه فاروق قال لك لازم يكون كاين ايفيكتيف ريش وافق الكوتش عز الدين جودي لازم يكون عندك تشكيله ثريه هذا الشيء اللي نشوفه في شباب بلوزداد ولا نشوفه ايضا مع المولوديه قبل ما نروحوا نتكلموا على كاس الكافه. اعطيني رايك وحظوظ الفرق الجزائريه شباب بلوزداد والمولوديه في رابطه الابطال في 60 ثانيه تفضلي. اكيد شو تافي داكور يعني موافقه لو كوتش لونسيان انترناسيونال فاروق ولكن دوكاتي كي دخلنا لي بول كون اريت بوليميكي تاع الكورونا فيروس با كورونا فيروس نو كونت اون في دايور لونترينور اللي تي تري مالان في لا ديكلاراسيون تاعو سيتادير كو اي مي با لا بريسيون سي با فاسيل. Le groupe, pour moi, le groupe Loire, c'est bien le Mouloudia. Okay? Mais chez nous, le Mouloudia a l'avantage de l'Indom, mais il voyage juste bizarre par rapport au CRB. Le Houdoud, qui est le Houdoud pour moi, peut-être que la JSK va avoir des difficultés. صح. Mais sinon, Steve, le Mouloudia et le CRB, s'ils arrivent à. Ils peuvent faire des choses. Ils peuvent très très bien les matchs. Je pense qu'ils peuvent faire un bon parcours. Mais c'est une chose simple. Et qui ne se cache pas derrière la préparation, parce que je pense que l'Am Hadaya, avion privé. Et puis, un 30 joueurs, licence 30 joueurs, donc il peut faire le changement question de championnat. Voilà, donc moi je dirais que, mais qu'est-ce excuse, les quatre équipes d'Anne Kadir ou Hubaïd. Et ça, il y a comme le coach, Azine Ejoudé, nous avons le taqam le fini, qui est le joueur, qui connaît la balle à trois jabats, il faut prendre la responsabilité. Khadija Khdawi. Exactement. أنا نشوف أنه قرعتين ولا مجموعتين صعبتين جدا جدا سواء بالنسبة للمولودية ولا للشباب بالوزداد أبخي سي تخي نورمال باسكو دوكا أنا بوغ موا هذاوي راح تبدا المنافسة الحقيقية صح. الإفريقية سواء كأس الكاف ولا حتى دوري الأبطال بالنسبة لمجموعة المولودية كما قالت نعيمة هي المجموعة الأقوى لكن أونتخ طون فيها تنين فيها عاملين اللي هي عامل الخبرة كنت حتى على الزمالك ولا ترجي ونتحدثوا ثاني على عامل واحد اخر اللي هو الكولاسه نعرفوا الفرق سواء التونسيه ولا المصريه ولا حتى المغربيه قوى في القوى اقوياء في الكولاسه لكن من جهه كما قالت لي ديبلاسمون خفاف غير لهنا لهنا ابخي كاين حاجه جو بونس كو اليوم ما نشوفش فريق جزائري قادر انه يروح بعيد في منافسه افريقيه مازال لو نيفو تاعنا تاع البطوله المحليه مالوغوزمون مازالو جوست ما نشوفش اي فريق يروح للنهائي ولا الادوار النهائيه ولا حتى يتوج باللقب. نقولوا على محمد لا لا الفريق ما عجبوش الحال. لا لا خلينا نرجع لها. ما عجبكش التعادل. ما عجبنيش الحال معليش خلينا نهضر. داكور. حنا نهضروا سيغ تاع عندنا بطوله ضعيفه وكذايا مي يا دي كلوب كو سوا لونتون دي سيتيف كانت البطوله كيما راهي ودات لا شامبيونز ليغ لوسما ايزون راتي النهائي كان خلينا نهضر معليش خلينا نهضر خليه كريم خليه ما نحبش هكذا بون نهضروا كي تقول لي بطوله ضعيفه داك العام قلت ضعيفه معليش جوج شويه معليش مي بصح حبيت نقول لك باللي في الفوتبول ما تبعش بالبطوله ضعيف كاين معليش نعرفوا بطولتنا ضعيف بي ان كلوب كيما دوكا نشوفوا الروندمون تاع الشباب ولا تاع مولودية الجزائر في رابط الابطال احنا شفنا مولودية راحوا لصفاقس لعبوا كانوا قادرين يفوزوا الاز وشفنا بالتحكيم كي تقولي لي بطوله تما ولا البطوله تاعنا ضعيفه واش نقولوا على التونسيه لا يدوا بطولات خلينا الترجي علاش راهو يدي بطوله عندهم مستوى تاع البطوله قوي
بصح بصح ما نقدروش نكوباريو ثاني فريق تاعك كوباري ترجي تقارن بين ترجي والنادي الافريقي وحنا المولوديه تهضر على البطوله تهضر على البطوله لا 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 اسمح لي انا نهضروا على البطوله اقوى البطوله الجزائريه لا لا انا الشيخ او الشيخ او الشيخ او الشيخ التسميه الجديده تاع رابطه الابطال من 97 لهنا 23 سنه الانديه التونسيه فازت باربع مرات برابطه الابطال الانديه المصريه 8 مرات المغرب 3 مرات الجزائر مره واحده وفاق سطيف في 2015 تيبي مازامبي فريق واحد في الكونغو فاز 3 مرات بهضرت لي على الجزائر الجديده من 97 لهنا معليش هضرنا على البطوله تما البطوله معليش عندها الحق انتم كي تقولوا عندها الحق انا نهضر نهضر تاع نهضروا تيرا كي تقول لي بطوله ضعيفه البطوله ما كاع على بالنا بلي بطوله ما عندناش بطوله كبيره حنايا بنهضر لك الانديه تروح مولوديه ولا تروح جياسكا ولا تروح ليسما جيب لك ولا لونطون دي سيتي فراحوا جابوا بالبطوله الضعيفه علاش في 23 سنه عندنا لقب واحد كوتش 23 سنه عندنا لقب واحد تفضل شوف حاجه اخرى سي كو لوبجيكتيف تاع الفرق ما فيش سطيف باش وصلوا 2015 كنا ديجا انا 2008 2009 لعبنا تشامبيونز ليغ ولعبنا كوب دو لا كاف وكوب دو لا كوب اراب سافي دير نضج تاع فريق سطيف سي دي زاني صح سيتي ان بروجي صرار كان يهضر بروجي ندو لا تشامبيونز ليغ شبيب القبائل في مع حناشي لي تروا كوب دافريك اللي خداهم سيتي ان بروجي صح اليوم انا نظن باللي كالك سوا اكس يعني مهما تكون الحاله شباب الوزداد من على عام عامين يقدر يديها يقدر نو معليش حنا دركا ميم دركا يقدر يديها لا مشروع يكون مشروع نتكلموا على المشروع يعني اليوم شفتوش انه ناقص تجربه في السنوات الاخيره سواء مولوديه الجزائر ولا شباب الوزداد هضر لي دي رومارك يعني نظن باللي انا قبيله تكلمت في التحليل الاول قلت انا سا ديبون الحاله تاع الفرق في التحضيرات تاعهم دركا انا ما نقارنش نقول لك بطولة انا ما نقارنش بالبطوله قارن بالظروف وتاع الفريق اليوم فريق وفاق سطيف في البطوله تاعنا راهو سي الماير ولا لا لا وبشبان صح صح هاو كامل يصفقوا له هم بعد يقول لك منا بطوله ماشي مليحه يعني ما عندها حتى مش بطوله ضعيفه بس مولوديه العاصمه اسمعي لي مولوديه العاصمه لا ميم شوز اوسي كاين فريق حنا ان بروبليم دو ستابيليتي الجيري كاين نقص في الاستقرار تاعنا ديروا هدف ومن بعد نطردقوها والاستقرار مرتبط ايضا بالرؤساء الانديه اللي في كل مره نعاودوا نقولوا لهذه المشاكل اللي راه داخلين في البطوله الوطنيه رميسه ما سمعناكش كاع رميسه تبعي كره قدم راكي معنا راكي هنا جيتي هاني راح لا لا معاكم انا ما نتبعش بزاف كره القدم بصح نعرف حاجه كيما قال الشيخ كاين انت ما كاش ايكيب صعيبه ولا كاين انت وشك محضر اذا كنت محضر مليح الماتش حيجيك حيجيك ساهل ما يكون صعيب اذا ما كنتش محضر مليح وما كانوش لي جوار متفاهمين سي نورمال حتكون صعيبه صح تحبي عندك فريق تحبي انا نحب مولوديه الجزائر ما هذوك كاع نقولوا بليك مولوديه مديها خاطر اللي تقول لك مولوديه ما تديهاش حسابها مع روميسا يلا عطونا مادام تكلمنا على خديجه تكلمتي على نقطه مهمه هي الكولسه لازم الفرق الجزائريه كل مرتبطه بالكولسه الكولسه والخبره هذاك هو الكولسه والخبره هي اللي تجيب لك اللقب في افريقيا باغ لي كلوب الاخرين ما قلت باغ صح خير الدين زوشي ايضا كان تكلم ودار تصريح للتلفزه الوطنيه حول ما قام به الحكم قاسامه في مباراه مولوديه الجزائر وكذلك نادي الصفاقسي باحتسابه ركله الجزاء وربما كانت مجحفه في حق فريق المولوديه نسمع ماذا قال رئيس الفاف احنا يعني نددنا لمدة كل عهدة تاعنا يعني على سوء التسيير في على مستوى الاتحاد الافريقي راح نرسلوا مرة اخرى الاتحاد الافريقي لكرة القدم ونتمنى ان شاء الله التغيير وهذا التغيير لازم يجي بالإفادة باش كل الفرق الافريقية تلعب على 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 مستوى واحد واحنا مرة اخرى نندوا ب شفنا يعني تحكيم امس ما بين يعني في فريق في ميدان صفاقس ما بين فريق صفاقس وفريق المولوديه انا شفت بان ضربه الجزاء كانت خياليه ولهذا هذه الامور لازمها تحبس في الكره الافريقيه اذا كان هذا كلام رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم حول التحكيم في إفريقيا كوتش أنجيليك في ستين ثانية باش نمر للموضوع اللي بعده الاتحادية لما تكون واقفة مع الأندية تاعها خاصة في مثل هكذا حالات ظلم تحكيمي ربما
المولودية كانت قادرة تخرج من هذا الدور بسبب خطأ تحكيمي من قاسما، والكل يعرف سمعة هذا المدرب، سمعة تاع قاسما، وزيد صب قالوا لي خصب الخفاف مليح كما قالنا طارق بوغرا في تونس. فكل هذه الأمور ربما كي ما تكونش عندك اتحادية وقفة قبل أثناء وبعد المباراة، أكيد أنه الفريق تعرض للحكرة وتعرض للظلم. أظن أن الاتحادية باش توقف خاصك يكون عندك دي مومبر، حنا مالوزمون لي زابا باش يضربوا عليك. سي فري سي بيان بريزيدون كي انكوراج لي زيكيب، حاجة مليحة، مي الحاجة باش تكون واقعية خاصنا نكونوا مع الفريق تاعنا، نكونوا اون دي ريبريزونطون اللي يقدر يضرب على الفريق تاعنا كو سوسوا دون لي ديزيناسيون. حنا على بالنا بلي هذا قاسما اون اي بوكو دو بروبليم معاه، صح. حنا في الاول لو كان عندنا دي جون في لاكاف، كان عندنا نفوذ في لاكاف، ما يعينوش قاسما لهذ المباراه، ما يعينلكش قاسما، صح. سي بور سا نظن بلي لا استراتيجي تاع الفيدراسيون خاصها تبدل. جيسبير بيسكو كاين كونديداتور، جيسبير باسكو سينو نبقاو هكا يغلبونا، صح. وحان الوقت ربما كان يعني باش نتكلموا على الكولاسه، كولاسه كامل نعرفوا، كامل نعرفوا على ماشي حاجه جديده، ديالنا ثاني فيها كولاسه من ومن، كل واحد اللي يقدر يجيب حاجه للفريق تاعو يديرها. عجبتها خديجه واش قالت يعجبك هيدات لك جام. مادام انا نتكلموا على الكولاسه باش نمشيو ونروحوا للموضوع الثاني، لانه طولنا بزاف في الموضوع الاول قرعه المنافسه الافريقيه. نتكلموا على التحكيم المحلي ايضا في البطوله الوطنيه، شفنا بعد 6 جولات كانت بزاف شكاوي ربما من المدربين خاصه بعد نهايه المباريات حول المستوى التحكيمي للفرق. ربما لا بلوبار الاغلبيه في كل مره نسمعوا التصريحات بعد المباراه هذا شيخ يتكلموا على 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 التحكيم وعلى سوء التحكيم في المباريات واتهام اطراف باش ما نروحوش بعيد لتخدم فرق على حساب فرق اخرى. زميلنا كريم بالعربي كان عنده لقاء مع الحكم السابق نور زكريني اللي تكلم حول هذا الموضوع وعطى رايه في مستوى الحكام والتحكيم في البطوله المحليه. في المجموع اداوا مباريات لا باس بها، ما فيش اخطاء تحكيميه ما عدا مباراه ومبارتين وين نقدروا نقولوا بلاك نتيجتها اثرت شويه على نتيجه المباراه في النهايه، وين شفنا فرق احتجوا وكان احتجاج تاعهم منطقي شويه. يعني هكذا مثال للحصر، واحد من الحكام الممتازين اللي ادوا سنه فريضه ممتازه الا وهو قاموح، وين ادار مولودي نصر حسين داي شباب بلوزداد، وإن كان ضرب الجزاء شرعية صحيحة لا غبار عليها بكل صراحة لنصر حسين داي في الشوط الأول ما علنهاش، كاين وين احتجاج يعني في محله وكثير من الاحتجاجات في غير محلها، في كثير كثير من الحياة. لأن الآن احنا نحوسوا وما تنساش رانا في بداية البطولة، الحكم الجيد هو الذي يرتكب أقل الأخطاء، لو ميور اربيس سيلوي كي كومي موان دو فوت، هذه هي القاعده. الضغوطات الان لا وجود لضغوطات بكل صراحه، لا على الحكم ولا على الرئيس ولا على المدرب ولا على اللاعبين. لما ترجع الجماهير ويكون ملعب 5 جويلية مكتظ على اخره 90 ب80 كل الملاعب، تم اللي تبدا الضغوطات، وتم مازال رانا في الجوله السادسه رايحين نلعبوا 38 جوله. تم تشوف واش صرا في الذهاب في الاياب، رانا نعرفوا عشنا يعني الان ما فيش ضغوطات. طبعا هذا كان راي محمد زكريني الحاكم السابق كما قلت، وكان تكلم وقال انه لا وجود لضغوطات على الحكام خاصه بالمباريات التي تلعب دون جمهور. نعيمه العوادي سمعت كلام محمد زكريني، اعطينا رايك في واش قال في 60 ثانيه تفضلي. اكيد انا نشطر الراي اكيد، سورتو كل مره هذه للبطوله الوطنيه استثنائيه يعني سان سوبورتور، لو كان لي سوبورتور يغا بلوس دو كواليس، حتى في الجزائر في البطوله تاعنا كاين كواليس الشيخ الجودي، دونك الكواليس سي ان بو بارتو، دونك جو بونس كو ما نغطوش شمس بالغربال. مينتونون مو جو ديري كو لاربيتراج صراو غلطات، شفت انا كيلكو ماتش وين كيما البرج كانت كان عندها لقاء مع البارادو جو بونس يافي بروبليم دو داربيتراج يافي ان اوتر كلوب، ولكن يعني انا اكتوالمون لي زاربيتر عنده الحق اللي غلط اقل
هو لو بون اربيتر. اليوم ما كانش لي سوبورتور لي استادير كو لي زيدو ينشعوا يدوا لا بريسيون البريزيدون لي زونترينور لي جوار. جو بونس كو لو جوار اليوم تاع البطوله تاع السنه هذه راهو تري زاليز ورانا نشوفوها في المولوديه عم يلعبوا بيان سي ار بي اي دوتر كلوب. دونك جو بونس كو راني موافقاتو وان شاء الله يعني الجوله السادسه ان شاء الله تكون هذا لو نيفو هذه قاعد تحتك الاخر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يكملوا هكذا الحكام توغل مارادونا بدا يتوغل عندها العشره والقبطان هذاك هو فاروق بالقايد. عجبك الكلام تاع نايمو هذا هو سي جوست نهضروا على الكولاسه. ايوا فقط ذكريني هي اون كالكو سورت الكولاسه كاين بارتو دوك اللي خاف ربي نقولوا كولاسه والاتحاديه توقف على مع لي كلوب كولاسه كاين مام حنا لي كلوب الجيريان بالك عندهم يديروا كولاسه كيما في البطوله كاين كولاسه وهذه اللي قلت لك هذه حاجه لي خاف ربي ما يديرهاش بصح باسكو تقول لي لي زاربيت كدايا تقعد الكولاسه في بطوله تاعنا ولا بطولات اخرى تقعد الكولاسه وانا شفنا التحكيم كاين دي فوا وين مام بلا كولاسه فريق ينهزم يحصل في الاربيتراج وكدايا يتهم اربيت يقدر بالك غلط اربيت مي باش تقول لك بلي لي زاربيت كاع يتخدموا نو مي بوتيت كايا دي زاربيت وين كاع انا دي كولاسه نو ماشي قلت لكش انت هي ماشي نهضر عليك ما تزعفيش ماهوش عليك لا لا اي والله احنا ما نقدروش نتهموا الحكم 100% كيما تقدر بالك تقول صح صح وحنا باش نقول لك الاتحاديه مقبله الاتحاديه لازم تكون قويه باش على لي كلوب تاعنا على الاكستيريور في لي كومبيتيسيون افريكان صعيب الشيء صعيب باسكو ان اربيت راه تلعب في ادغالي افريقيا يجي ان ديريجون خاطي لاكاف يقدر يخدمه ماشي لازم لاكاف هي تخدم لك الاربيت. نولوا المحلي نولوا خلينا في المحلي تفكروا كامل المدرب منير بيطام منير بيطام قبل منير بيطام حبيت ندير تعقيب برك يلا باختصار نقول انه بوركوا على ما كاش اراده باش نديروا او موان دو تروا ماتش سور لي 10 ماتش تاع الشامبيونات تاعنا يديروا فيهم لو فار علاه؟ ما كاش امكانيات كاين امكانيات هناك امكانيات الجزائر عندها امكانيات تاعها عندنا شركات عالميه في الالكترونيك باش نديروا هذا الشيء هذا فلابد من اراده يا خويا نديروا تروا ماتش اللي نخافوهم اللي مستوى الاخر عندك 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 كاتوب عندك كاتابار وبيسام زعما قالت لك توب هاي توب هاي توب الخامس محمد توب الخامس عنده الحق واش قال باختصار كلام خاطر طولنا شويه باش نروح نشوفوا نشوفوا في المغرب مثلا راهم يستعملوا الفار في بعض المباريات الكبرى كامل المباريات كامل كامل الان ميم دوزيام ديفيزيون كاين بروجي شوف يعني واش حنا ناقصنا باش نكونوا مثل ان شاء الله كريم ان شاء الله ان شاء الله ناقصنا كريم قلنا له ما هضرش حصلنا به كريم عندك خديجه قلنا له هضر شويه على العبد حصلنا به حصلنا به على الاقل في المباراه يلا على الاقل في المباريات الكبرى يلا خلينا نروح للموضوع اللي بعده لانه ايضا مهم لانه لجنه المنازعات انصفت ربما الحكم بيطام. الاتحاد الجزائري نشرت بيان يوم الخميس تبطل القرار اللي كان في حقه قرار ايقاف الحكم منير بيطام اللي كانت عنده حادثات شهيره في 2014 اتهم رئيس الرابطه ذاك محفوظ قرباج وكذلك خليل حموم اللي كان رئيس لجنه التحكيم في الاتحاديه الفاف بعد 6 سنوات تنصف ربما هذا الحكم اللي كان لنا اتصال معه حصريا لبرنامج ناس البالون وتكلمنا حول رايه في هذا القرار. انا استقبلت القرار هذا يعني بفرحه ودرت فيه كبير القرار اللي وكان منتظر يعني ما كانش مفاجاه وما كنتش ما كانش عندي شك يعني انه راح يجي اليوم والاتحاديه الجزائريه تصحح الوضع. القرار كان واضح اعتبر العقوبه المسلطه عليا باطله يعني هذا هو مضمون القرار المضمون القانوني للقرار انا متوقف عند بطلان العقوبه اللي كانت اللي كانت صدرت في حقي سنه 2014 واللي تبين انه لا وجود لاي وثيقه رسميه تثبت هذه العقوبه كان قراءه قانونيه راح تتم خلال هذا الاسبوع وعلى ضوء القراءة القانونية في إجراءات اللي راح تتدخل إن شاء الله. إذا كان هذا كلام منير بيطام الحكم الدولي السابق الذي أبطل في حقه القرار اللي كان قرار الإيقاف قبل حوالي 5 سنوات من
الان راني نشوفكم زعفانين. زعفانين باسكو خليني نبدا انا في زعفانين. خليني نبدا. برا اللي تجي ابخي 6 ans لا كارير تاعو راحت. انا ما نكذبش عليك ما ماشي برا ابطال القرار يعني هو بدايه صح نون ليو ابخي 6 ans ما انا ما نكذبش عليك ما كلم هذا القرار هذا يجرنا للحديث عن يعني الناس اللي تحدث عليهم يعني الان لازم يتحاسبوا ما دام يعني القرار باطل في حق هذا الحاكم هذا الناس اللي تكلم عليهم المفروض انه اليوم جيبوهم ونحاسبوهم هذه هي وهو هو هو كان قال بلي حتكون عنده متابعه قانونيه وحتكون قراءه قانونيه للحاله تاعو يعني باختصار خلينا 6 ans après moi je trouve que c'est pour moi انايا il a perdu sa carrière la crédibilité تاعو même si دوكا اليوم عطاو له براءه ولا مازال ما عطاولوش البراءه لافنير دو سيت اربيتر نعم فوالا والناس اللي ظلموه ما هي محاكمتهم؟ راني دابا تلتق سمعة تاع هذا الشخص يعني اكيد السمعة اوكي حنا على بالنا بلي كونكوا يعطيه الصحة و جو سوي كونتونت بور لوي ولكن حق الرجل هذايا انا حابة لا سويت الحق واحد كيدخل الحبس ويخرج باري وظلموه كاين تعويض تعويض لهذا الحكم ما هي واللي داروا له هذا الشيء واش راح تصرى لهم؟ ربما الايام 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 كفيلة باش تجاوبك نعيمة وهو تكلم على مقابلة النهائي اللي لعبناها في 2014 جي شباب القبائل صح المولودية والشباب نعم احنا ثاني داونا حقنا كما نقولوا احنا ظلمكم ظلموكم وراي قدامك مناصرة تاع المولودية هاي مناصرة جي اسكا 2014 ما معليش قالت لك جديدة قالت لك جديدة يلا خلونا نروحوا للموضوع اللي بعد نبقاو دائما في البطولة الوطنية ونروحوا الآن لقراءة لما حملته 6 جولات الماضية للبطولة المحترفة لكرة القدم بعد التوقف دام 8 أشهر كنا ننتظر ربما المستوى يكون أقل من هذا بكل صراحة ولكن ربما المستوى حسب الخبراء طبعا مستوى متوسط مثل ما تقول زميلة خديجة خداوي في هذا التقرير لم يكن انطلاق الموسم الكروي الجديد عادياً أو كسابقه بعد أن فرزت جائحة كورونا منطقها وعلقت كل النشاطات الرياضية في الجزائر منذ مارس الماضي. أما كرة القدم المحلية فكانت المتضررة الأكبر. فبعد الانطلاقة المتأخرة التي عرفتها رابطة الأولى وسط نقص تحضير أغلبية الأندية كانت صعوبة تطبيق واحترام تدابير البروتوكول الصحي الذي فرضته السلطات الصحية المشكلة الأكبر. بروتوكول صحي يفرض على كل فريق إجراء اختبارات البي سي آر للاعبين والطاقم الفني قبل 72 ساعة من كل مباراة وهو ما كلف الفرق مبالغ كبيرة. ولعل الشيء الأبرز الذي ميز انطلاق موسم 2020-2021 هو غياب الجماهير عن الملاعب الذي كان له تأثير مباشر على نتائج بعض الأندية التي عجزت على تحقيق انتصارات داخل قواعدها. فبعد مرور 6 جولات تم تسجيل 12 فوزا في الخارج أبرزه فوز الأمبي المدية في بولوغين شبيبة القبائل في شلف وسريع غليزان في البرج والقائمة طويلة. ومن جماليات انطلاق البطولة لحد الآن هو المستوى المقبول بالإضافة إلى ظهور الجانب التكتيكي الذي كان غائباً في سنوات سابقة رغم فترة الراحة الطويلة وهو ما تجلى في تألق كل من مولودية الجزائر وشباب الوزداد في رابطة الأبطال مع انتظار التأكيد للذهاب بعيداً في المنافسة. هذا وشهدت الجولات الست الأولى ظهور بعض الفرديات على غيار فريوي، ميريزاق، حداد، عودة سعيود واكتشاف الاسم عمورة، أسماء محلية قد تمنح الإضافة للمنتخب الوطني في الأيام المقبلة. مستوى مقبول على العموم واكتشاف كما قالت خديجة أسماء جديدة في البطولة أسماء الشبان خاصة عمورة لي فرونشمون بكل صراحه راه يقدم مستوى رائع مع وفاق سطيف فريق بالقايد باش نافونسيو في الوقت في 60 ثانيه اعطيني رايك في البطوله الوطنيه المحترفه بعد 6 جولات مستوى سورتو المستوى راه لا باس به ما نقولوش مستوى عالي كما نعرفوا البطوله ديالنا مي نقول لك حاجه بلي المستوى نشوفوا هنايا بارابور كومبيتيسيون افريكان لي 4 كلوب تاعنا لي جازوا بكل سهولة في الدور اللي بعد هذه هي الحاجة اللي تما تبين لك بلي المستوى تاع الشامبيونا بعد 8 شهور ما كاش سون كومبيتيسيون شفنا المستوى عاود ولا شفنا الفرق يا با بوكو دو بليسي كدا المستوى راهو
نتائج كاينه، الفرق اللي تلعب على الادوار الاولى انا نشوفوهم راهم في المستوى. واش كما قلت لك ان شاء الله نتمنوا زيدي ترفع شويه المستوى تاع البطوله. كاين فرق اللي راهي ما مدتش واش كانوا يستناو منها، سواء اتحاد العاصمه وشبيبه القبائل، سينو لي زوطر كلوب اللي راهم عندهم وفاق سطيف ولا مودية الجزائر شباب بلوزداد. مام نشوفوا علم ليله اللي فريق اللي يؤدي في بطوله لاباس بها، والناس بالك راهم راح تكون بالك المفاجاه. مي راح نو تما عندك كارطون، ما عندكش كارطون، عطوني كارطون روج، عطوني كارطون روج، خلاص جلس الوقت. راه قالت لك جام خديجه كان عندك اضافه. عندي اضافه، حبيت ندير ان توب الاستراتيجيه الجديده تاع وفاق سطيف اللي هي الاعتماد على اللاعبين الشبان. ربما هذه الاستراتيجيه اللي راح تقلب في هذه المنظومه تاع بيع ولا شراء اللاعبين ب وي وي مي بصح ماشي جديده ثاني على سطيف. وي مي هذا العام ولكن خاصه وانت نحيي ثاني اللاعب ولا نحيي اللاعب جديد عمورا 20 طون اللي لعب متعه عمورا يلعب سبع مباريات وسجل خمسة أهداف وتمريره حاسمه. انا جو في دوني مون بوين دو فيو على عمورا. اغيتي دو فلومبي ان جون جوار ياك خلو يا بوكو دو عمورا يا باكو عمورا سي ان بون جوار خلوه لي جون ليسي لو غراندير اي وي باش يدير البلاصه تاعو. كاين بزاف لا جونيس تاعنا عندنا بزاف عمورات ولكن ما نشوفوهمش. انا فاهم كلامك انه باش ما يتكرر السيناريو تاع بوصوف تاع بوصوف بوصوف راح راه في لي فيترونجي بوصوف. معليش ما يخلو كاين بزاف عمورات نستمتعوا بها شويه نستمتعوا بها شويه. على كل حال كانت هذه القراءه لخديجه خداوي في ست جولات من عبر البطوله طبعا حول المستوى اللي كان مقبول على العموم في انتظار عوده المباريات اللي كانت اليوم طبعا وعوده عجله المنافسه في البطوله المحترفه الاولى. خبر اخر كان مفرح ايضا للجزائريين بحر هذا الاسبوع كان من المجله الشهيره الفرنسيه فرانس فوتبول اللي انتخبوا فيها هكذا يقولوا انتخبوا ماشي انتخبوا لا صوتوا فوالا صوتوا لي بن ناصر اسماعيل بن ناصر لاعب المنتخب الوطني الدولي الجزائري نجم اسي ميلون اللي صوتوا له باش يكون افضل لاعب مغربي في سنه 2020 متفوق على زياش متفوق على حكيمي متفوق على محرز ايضا رياض محرز ونجوم عديده وكبيره بن ناصر. اذا كان هذا شيء يدل على انه هذا اللاعب يقدم في مستوى رائع. خليني نسمع الكوتش يلا نسمع الكوتش حول مستوى بن ناصر اللي يقدم فيه مع فريق ميلون اسي في البطوله الايطاليه. صراحه كي تشوف 60 ثانيه عندك 60 ثانيه دبر راسك ديناميكيه التطور تاعو يعني في ثلاث سنوات هادو الاخيره تحس بليك لاعب اللي عنده امكانيات كبيره. ها سي فريق بالقايد غوشي صح فريق ثاني لافي دي غروند كاليتي هكا في الميم بوست صح. نقسموا هذه 60 ثانيه باسكو حكيت على فاروق. فاروق انا في وقت نشفالو كان لو ميور سيس ميور ريكوبيراتور في الفوتبول الجزائري. علاش هذا فاروق بالقايد ما راحش بعيد وما دارش كيما بن ناصر بار اكزومبل؟ كان قادر بالك على الظروف طويشي نو ما يخدمش بزاف خدام ما يخدمش لي فور دونك يخدم سوغ تري فور. شفت قالت لك ما يخدمش ولي فور بصح لازم علاش دير غير الحاجه اللي باش يوليها شخصيه الكوتش قلت له بالك ما يخدمش اسمع صح قلت لك انا ما يخدمش ولي فور يعرفوا مليح. انا حبينا نقولوا له يونيتيكات الو جو سيتي كونترا تحلم بجوار كيما هو اي اونترينور يتمناه جو سوا في لونترينمون هو الاولاني فاروق. اذا ما جاش في الوقت صافي يدير او مريض ولا راهو حاجه اخرى فهمت مي اوكان بروبليم سو كوتي لا اون ا يو دي بروبليم معاه في اللعب صافي دير سي ان غانيور وهذا يعني وين تلقاها وين تلقى واحد يدابز باش يربح ماشي يدابز باش يفسد. شوف اسكو تشوف باللي بارك الله فيك صح شوف شوف اسكو نعاود نقولوا بن ناصر نخلوا فاروق هنا بن ناصر ابخي هذا اللقب اللي يبقى لقب معنويا مليح بزاف يعني اكيد صح لانه تفوق على لاعبين كبار كما قالت خديجه محرز ولا حكيمي ولا زياش ولا اسماء اخرى. اسكو تشوف بلي قادر على هذا المستوى قادر يروح للفرق ربما عندها طموحات اكبر لانه تم تداول اسمه في ريال مدريد في في في, في ربما فرق اكثر قوه في سيتي مثلا. نعم تشوف المستوى تاعو اون طونك مدرب باكا تشوف يقدر يلعب في لي غران كلوب وبن ناصر وبن ناصر اللي تي لي ميور جوار تاع ديرني تورنوا بن ناصر وصل المستوى اللي قدمها وراه يلعب في راه يلعب في ميلون اسي افيك دي غران جوار ونتمناو له هو بوتيتر انا اللي يقعد في ميلون اسي باسكو ميلون اسي صافي دي زاني ما داش تيتر. هذا العام ان شاء الله نتمناو له بن ناصر
ان شاء الله يتوج بالبطوله الايطاليه هكذا باش بالناصر تماك يحط يولي هو كيما يقول لك ركيزه تاع ميلواسي باسكو ميلواسي ديجا راهو ركيزه ميلواسي كي يكون في تكون ميلواسي كيما نعرفوها انا بور مو يغاست عميلو ما يروح تاكل ابو ونتمنى خليج خداو يا زموح الملاكمه نتمنى انه بالنصر هذا الشيء تزامن مع العوده القويه تاع ميلو اسي هذا الموسم اللي شفناه خاصه مع نجوم كيما زلاطان ولا ارنانديز اللي حبوا طارق دونك سا طون بيان بالمناسبه في الفتره الاخيره بعد الاصابه خليك نروح انا نروح تهضر ماشي مشكل هيا باختصار قلت لك كي غاب في المده الاخيره بسبب الاصابه يعني شفنا نتائج ميلان او خليني نقول في وسط الميدان كان خلل نوعا ما وما كاينش علاش حدث عدل ما كاينش علاش تفرحيني خاطر انا نحب ريال مدريد ما عندي حتى علاقه بميلوسي دونك بالك فوالا طارق بوغرابي يحب ميلون ان شاء الله ميلون تعاود تولي وانا نفرح الميلوسي باسكو فريق كبير نطويو كره القدم ونطويو الميلو اسي ونطويو المنافسه الافريقيه ونروحوا الان نتكلموا على الملاكمه اللي حضره معنا اليوم البطله الجزائريه رميسه بوعلام اول جزائريه ملاكمه تاهل للالعاب الاولمبيه طوكيو 2021 رميسه ما على باليش باسكو هضرنا ديجا على التاهل تاعك ماشي حاجه جديده دوك الكلام اللي راهو يتقال الان بوكو بلوس على التحضيرات الرياضيه النخبه لالعاب طوكيو الظروف ماشي صعبه ماشي سهله بلوتو حتى في الظروف العاديه انتم كملاكمات ولا كملاكمين ظروفكم تبقى صعبه محقورين اونتر بارونتيز بارابور بالك الرياضات الاخرى بارابور كره القدم بوكو بلوس كيفاش راهي الان التحضيرات في هذا الاستاج على بالنا بليك جيتينا من تربص تحضيري ونشكر المدرب على لوتوريزاسيون والرخصه اللي خلاها لك باش تحضري معنا في ناس البالون شرف لنا طبعا كيفاش راهي تجري الظروف التحضيريه لكم كملاكمات نعرفوا انه ايمان خليف ايضا هي ثاني ملاكمه تاهلت للالعاب الاولمبيه رانا دوكا في تربص هذا بالك تربص السادس اللي رانا نقوموا به جات الكورونا حبسنا شويه باسكو كي جات الكورونا كان فيروس صعيب حنا ما نعرفوش خوفنا شويه ما حنا ما حبيناش ندخلوا في تربصات على جال ماشي غير على روحنا حنا بالك عندنا المناعه ولكن خوفنا على لي بارون تاعنا خوفنا على الناس من بعد غير احنا شويه شفنا باللي ولينا نزيدوا في البوا ولينا لا فورم بدات تروح اونطرينا شويه في الدار ومن بعد المينيستير عاونتنا وداروا لو بروتوكول هذاك تاع سانيتير ولينا شاك ستاج نديروا لو تيست تاع الكورونا وكان نخرجوا نيجاتيف ندخلوا اللي يخرج بوزيتيف يديروا له الحجر وكملنا تحضيرات برك مازلنا توجور في الجزائر مازال ما خرجناش نتكلم على اللياقه البدنيه مازال قلت لي زدتوا في البوا باسكو هذا هو العدو الاول تاعكم كرياضيين خاصه قبل منافسه كبيره كما الالعاب الاولمبيه اللياقه البدنيه صبتوا صعوبات باش تعاودوا تسترجعوا لياقتكم البدنيه في هذه الفتره الوجيزه وخاصه كما قلت يا الظروف شويه استثنائيه تلعب لك شويه على المورال احنا احنا غير شفنا رحنا باللي لا فورم بدات تروح ما حبسناش ما ولينا نونطريني في الدار سورتو ولاو في هذيك لا بيريود ولاو لي زونترينور تاعنا توجور يعيطونا يوجهونا يمدونا دي بروغرام دونترينمون ما شغل كي ولينا صبنا شويه ديفيكولتي باش نولو بصح من بعد بريبارينا في تيك شده بدينا لا بريباراسيون كامل من دار وجديد وسافا دوكا ريبرونينا شويه اذا لك توب نعيمه واش توب على واش عجبك؟ طب ديجا توت مي فيليسيتاسيون مبروك عليك وصاحبتك تاهلتوا اول مره ودخلتوا في تاريخ ملاكمه برافو برافو نعيمة ماشي سهلة الظروف تاعهم ماشي سهلة أكيد 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 وأنا بور موا أنا بور موا الملاكمة الجزائرية محقورين بزاف 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 ما نقارنهمش كرة القدم أكيد لا ولكن رياضات واحد أخرين والاتحادات واحد أخرين هما المضرورين ولكن يعني الحاجة اللي بلو شوكون سيكو لي بوكسور والفون يتأهلوا داير كاين خمس رجال اللي نقول لهم مبروك عليكم وزوج نساء دونك ديجا عندنا سبعه متاهلين دونك سي تو سي لونور على الجيري لا سبورتيف الجيريان يعني انا من هذا المنبر اكزاكتومون من هذا المنبر ندوموندي وزاره الشباب والرياضه وحتى الاتحاد الجزائري للملاكمه يعني يقوموا ويمدوا الامكانيات لهاد اللاعبين لاعبين ولاعبات النخبه الامكانيات للتربصات باش يروحوا لطوكيو باش يجيبوا ميداليات لانهم سي دي فغي بروفيسيونيل وانا متاكده واحد فيهم ولا وحده فيهم ولا بوكوا با في سبعه بوكوا با يجيبوا لنا دي ميدالي صح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تفضل كريم واش قالت نعيمه الروميسا اسكو تحسوا انه كاين تمييز بين رياضيي النخبه سواء يعني في التحضيرات والميزانيه المخصصه
للرياضيين الرياضيه النخبه. يعني نشوفوا مثلا توفيق مخلوفي الامكانيات اللي موفرت له المسؤولين اكزاكتومون وحتى الاتحاديه والمسؤولين، اسكو تحسوا انه كاين تمييز في هذا الشيء؟ كي درت على توفيق مخلوفي ماكش درت على اتليت وخلاص، درت على شامبيون اولمبيك. انتوما كرياضيين يعني اسم كبير ديجا، اسمح لي ديجا، توفيق مخلوفي باش ولات عنده هذه الامكانيات هو اللي جابها لروحه، ما كانتش عنده. اسكو انتوما كرياضيين تحسوا انه هناك تمييز في هذا؟ اكيد حنا نحسوا كاين تمييز بالك مع الفوتبول، بصح ما نكومباريش روحنا بهم كامل. علاش ما يكونش ان سبونسور باسكو الفوت سيامون بوغ ايل سي تان بون بوز بوغ لي سبونسور اللي عندهم مؤسسات، بوركوا مي با سبونسور سوريزي لا بوكس سورتو لا بوكس فيمينين. علاش ما يمولوش هاد البطلات، بطلات ان شاء الله عالميات واولمبيات، بوركوا نو با تروفي دي سبونسور لهاد البطلات ان شاء الله؟ بالك النداء اليوم يجوز، بالك النداء. نقول لكم بلي حنا شغل ديجا عندنا مستوى، المستوى تاع البنات في لا بوكس فيمينين كاين، وديجا انا دوكا في الكلاسمون ني 8 مونديال. ميم درنا عطيت تصفيق على روميكا صح؟ ميم زميلتي خلي في ايمانك، شغل ديجا كي كنتو تهضروا على الكواليس ما كاش غير في الفوت ولا كمان في الكواليس. تسمى حنا ما عندناش دي مومبر كيف كيف الاتحاد الدولي للملاكمه، تسمى دائما نصيبوا صعوبه باش وحده زعما الجيريان تلحق باش تكون شامبيون دو موند، ولا دائما تكون كاينه صعوبه. عندي سؤال. نتمناو الخير، نتمناو الخير ان شاء الله لكل الرياضيين تاع النخبه، لانه فينالمون اون فان كونت هاد الرياضيين هما اللي يمارسوا العلم تاع الجزائر كثر بزاف رياضات اخرى. تفضلي خديجه. انا حبيت نسقسيها سؤال نعاود شويه مرتبط شويه بالتحضيرات، دو مومون كو الموعد هذا العالمي اون فادي ولا العرس الكروي العالمي ويقرب. التحضيرات قلتي بلي درنا 6 ستاج هنايا في الجزائر وما كاش ان ستاج على ليترونجي، اسكو بوغ كوم اتليت اسكو سي امبورتون ولا اكيل بوان سي امبورتون ديروا ان ستاج على ليترونجي، خاصه انه كاين منافسات دوليه ولا جو سي با دي ستاج ولا تحتكوا بين نجوم عالميين، اسكو سي امبورتون ليكم؟ نورمال حنا سي لو بلوز امبورتون هي تحتك مع الاو نيفو، زعما ماذا بينا لي زادفيرسير اللي حنطيحوا معاهم في طوكيو ولا اللي راح يتاهلوا لطوكيو لازم نحتكوا معاهم، باسكو حنا دوكا ديجا رانا في ستاج، رانا اربع بنات، زوج اللي تكاليفوا وزوج اللي حيديروا لي حيعاودوا دوزيام شونس تاعهم ان شاء الله، ندعي لهم يتكاليفوا ان شاء الله ان شاء الله. تسمى رانا نخدموا دائما حنا الاربعه، وهذا البروبليم ماشي من الوزاره ولا من لا فيديراسيون ولا باسكو الوزاره يعني عاونتنا وقفت معنا مور ما تاهلنا للالعاب الاولمبيه، ميم لا فيديراسيون تاعنا ثاني تبدلت وفروا لنا كامل الظروف اللي نحضروا فيها، ولكن بقات بسبب الكورونا كاين كما يقولوا الاتصال صعوبات باش نروحوا للخارج. هذا هو اللي نتمنوا انه الوزاره راح تشوف في هذا الموضوع بالذات، لانه هذا يبقى امر قرار تاع السلطات العليا في البلاد، خاصه في ظل هذا الوباء والحدود مغلوقه. دونك ان شاء الله نتمنوا انه يشوفوا فيكم ويلقاو لكم حل، لانه الاولمبياد راهي قريبه ولازم يكونوا التربصات اكثر على اعلى مستوى باش الرياضيين والملاكمات على وجه الخصوص يحضروا جيدا للبطوله للاولمبياد، اولمبياد 2021. هنا نوصلوا مشاهدينا الكرام لنهايه الفقره الاولى، نتمنى التوفيق وكل توفيق للانديه الجزائريه الاربعه المتاهلين للمنافسه الافريقيه. نتكلم على شباب الوزداد مولوديه الجزائر وفاق سطيف وشبيبه القبائل. الى هنا كما قلت نوصلوا الى نهايه الفقره الاولى فقره كرونو، ونروح للفقره الثانيه فقره توب افلوب. إذا توب فلوب الفقرة الثانية في برنامج ناس البالون، كما تعودتوا نحط لكم ربما أحداث وقعت ولا تصريحات ولا نشوفوا رأي ليزانفيتي تاعنا وليكرونيكر تاعنا في هذا البرنامج، والبداية ستكون من تصريح عبد الحكيم صرار رئيس مجلس الإدارة لوفاق الصيف حول النسر الأسود وحول تسمية النسر الأسود وحول أيضا اللوغو تاع الفريق والشعار اللي يحمل النسر، هو ربما كان عرض هذه الفكره وقال لازم نشوفوا تغيير في الشعار، الشعار الرسمي للنادي وفاق الصيف. نستمع الى تصريح ثم نعود للنقاش. ماناش نادي ملكي باش تكون عندنا القبه، وماناش احنا النسر الاسود، ماناش النسر الاسود. ديجا كون سمينا روحنا الصقر على الاقل عنده لا نوبليس، هو يسيطر الملوك يحكم الحبار، الصقر نظيف نسره وياكل غير الجيفه، يهبط يلقى حاجه ميته ياكلها. اذا تصريح صرار يقول انه لازم نغيروا هذا الشعار، شعار النسر الاسود، لانه النسر ياكل غير الجيفه، وقال لماذا ما نديروش الصقر عندي؟ شحال عندي فاروق؟
عندي تروا فلوب 4 5 وان توب لي بوكسوز يحبوه تحبوا وش توب بدل سميه بدل يا خاصه الو نبدا معك فاروق لعبت في الوفاق كلام صرار درت لي فلوب ما عجبكش ما عجبنيش باسكو الفريق هذا وفريق تاعو تاع الوفاق سطيف وفريق اللي النصر هذا النصر الاسود راه بدا توجو به لا شامبيونز ليغ والناس اللي داروا سماو النصر الاسود راهم كانت الناس اللي تحب الوفاق سطيف انا نقول دار عليها شغل دوك دخل دار ان باز بها هذه وما نساوش بلي حسن حمار اللي منا نحيوا تحيوه منا على الحمد لله يكون فرج عليه ربي حسن حمار كان بتات من الناس اللي سماوا الناس الاسود انا ما نشوفش فيه عيب النسر ولا صقر كما قال هو ولا ليسونسيال النسر ماهوش حاجه عيب ليسونسيال حاجه ماشي عيب دوك تقول لي ياكل حاشاك جيفه ولا هذيك هذاك هما حيوان الناس ديزات لي مام ياكلوا حاشاك الجيفه تحوس لي انت دوك على نسر ياكل جيفه ما عندهاش كلام قوي هذاك يا فاروق كلام قوي الناس كاين الناس ياكلوا الجيفه الله ربي يهديهم هو من حقه راهو في الاداره تاع الجديده تاع الفريق ولكن نظن بلي فيه تاريخ للنسر الاسود حنا يعني منذ شحال وحنا نعرفوا هذا الفريق هذا وحنا دربناه ولا فريق نفتخروا به النسر الاسود النسر نفتخروا به كما قال الاخر ولكن هل هو وحده يامن بهذا ولا مع الجماعه تاعو ولا صندا الجمهور كامل ستايفي فاظن صراحه يعني باش تغير حاجه تاع الفريق ماهيش حاجه سهله التشاور تشاور جميع الاسره الصيفيه ولكن يبقى راي يقول لك رايي فلوب طوب الشيخ واش قال لازم تشاور اي فلوب بوغ انا شوف هذا ماهوش سا نو ليو شغل جو با علاش كاين جو بونس عفايس اهم اليوم نتناقشوا باش نديروا مدارس كرويه نتناقشوا باش جو سي با نعاونوا شبان ولا ابخي هاد القضيه جو تروف سي نو ليو ابخي نصر سطايفي سي كاع معروفين نصر سطايفي كاع نعيطوا نصر سطايفي كونتخيغ نصر سي ان وازو اللي جو كو سي كلاس صح سي كلاس خديجه سي كلاس ابي نقول لك الليدي سي كلاس فلا بوركوا صرار كالفلوس ما نو اللي كالفلوس ما درتها او فلا سطايفي مامون اللي حبيتي super. Donc moi je dirais que c'est un non-lieu, ça c'est clair et net. Au lieu de parler d'intention de formation, de parler de queen, de parler de l'objectif, de parler de quelqu'un du futur, de parler de Steve, Ben Nasser ou Ben Nasser, c'est le grand. Un grand club, Ben Nasser ou Son Nasser. Donc pour moi, déjà, il faut passer par l'administration, il faut passer par un vote, il faut passer... Donc je dirais que c'est un football, pour moi, c'est un lieu pour moi. كريم اكزافن بزاف فلوب ولا اكزافن وي محمد باسكو شعار اي فريق هو هو شيء مقدس صح هو شيء مقدس لاي فريق يعني انت الان تتكلم على النصر ياكل جيفه ولا ما ياكلش انا ما يهمنيش ياكل جيفه ولا ما ياكلش المهم انه الوفاق النصر الصطيفي حلق عاليا في افريقيا ومحليا هذا اللي يهمني انايا يهمني ان الفريق هذا يتوج وكما قالت نعيمه ولا خديجه يهمني انك تفكر في مراكز التكوين ولا واش تقدم لهذا الفريق فريق صح من غير المساس بالهويه بيان سور شيء مقدس رميسه مازال كيف توب تاعك مازالك شاده فلوب انا رايي ونحترمو على بالي بلي ماهوش لا ماهوش حيقدر يبدل وحده كما قال لك والصقر ولا النسر جاب لي ربي ميم الصقر ياكل جيفه لا ميم الفيلاك كاع كاين فرق كبيره وعريقه صح ميم الصقر كيف فرق كبيره وعريقه وتلقاها بالسيربون وتلقاها المنتخبات العالميه كامل فيهم صح الموضوع الثاني اللي خيرناه في فقره توبي فلوب هو تصريح رئيس الفاف خير الدين زوشي الذي قال على او تكلم على العهده تاعو قال انه ايجابيه بحكم انه المنتخب توج بكاس امم افريقيا نسمع ماذا قال خير الدين زوشي في هذا التسجيل والتصريح للتلفزيون العمومي النتائج راهي باينه وهذا الكاس افريقيا لوحده يتسمى يعني الحصيله نتاعنا حصيله ايجابيه يعني بالنسبه للعهده نتاعنا ولكن كما قلت لك احنا ان شاء الله راح نشوفوا كيفاش راح يكون المحيط وكيفاش راح تكون يعني الظروف اللي راح تسمح لنا ولا ما تسمحناش باش نمشيو للعهده اخرى ان شاء الله ولكن النيه دائما احنا تبقى كاينه باش نخدموا الكره الجزائريه سواء في الاتحاديه او
على مستوى النوادي. إذن كأس أمم إفريقيا فيها وعليها كما قال أنا دوش فهمت عليك الشيخ عزدين هكا وكا توبي فلوب هكا فيها وعليها لكن لكن ما تقدرش تنحني أمام فهمت أمام الكأس تتويج وتقول برافو باركونتر لي بروجي واحد أخرين كان نقائص كبيرة وفادحة أظن إذا كان في عودة ثانية تمنوا يأخذوا الدروس سواء في البطولة في التكوين في الحكام في التسيير وعلاقة الفيدرالية مع الفرق وخاصة احنا المدربين تصور مثلا يعني كما يقول لك الواحد اللي محقور هو المدرب في الجزائر يخرج من الفريق ما يخلصش صح فهمت اذا كان كل فريق من حقه يعني ولا حق بما ان الفيدراسيون ما عندكش شكون يدافع عليك تروح لا جوستيس ما كاش صح صح شغل الكونترا تاعك هو يدافع عليك الكونترا افيك لو كلوب ماشي محميين حاب يقول ماشي محميين كاين لا لو كونترا تاع لونترينور حطوه مع لي جوار من بعد في الواقع نهار باردون خلينا نهار تربح لا فيرتاك تربحها ما كاش حق بصح بوغ ان اترانجي بوركو لو كونترا تاعو اي بي اي لي فور هذاك فيفا هذاك انتما بنعطيكم هذه على قلت لك انايا من السلبيات ان المدرب الوطني الجزائري محقور ومن بعد نقولوا ما عندناش مدرب سي نورمال ونرى شكون الفريق اللي يخلي المدرب تاعو يخدم مدرب وقتها يبان المدرب هي المده ولا النجاح المده او دولا دي ريزولتا سي توت افي نورمال جو فيدير غدوه مدرب يبقى عامين ثلاث سنين اربع سنين يكونوا في نتائج صح تكون صح اما اذا كان كرة الشهور بدل المدرب الاستقرار يبقى عامل مهم عامل مهم في كرة القدم واش درتي لنا رميسه توب ولا فلوب؟ توب عجبك الكلام تاع اخر دين زدت شي؟ عجبني كي قال نخدموا لازم نخدموا كرة القدم الاخر ما فهمتوش بصح يخدموا دوكا لازم يخدموا بصح يخدموا ايه ان شاء الله عجبك وجبناكم كوب افريكانيا تحسب لي هذه رميسه الثانيه هي سي ان اكسبو بيان سور اكيد سي نورمال كريم فلوب قبل طوب لزتشي وبالماضي واللاعبين في نيل كأس إفريقيا لكن فلوب التصريح اللي قال فيه أنه كأس إفريقيا تمحي ربما بعض الإخفاقات الأخرى بعض الإخفاقات لا أنا أعتقد أنه ما تخفيش الإخفاقات الأخرى لأنه ما عاد المنتخب الوطني لينال كأس إفريقيا بمصر ما شفناش أمور إيجابية يعني خاصة في الفئات الشبانية احنا كان أملنا كبير في تحسن نتائج ما جبتهاش كريم كريم قلت لك كنا كان املنا كبير انه نتائج الفئات الشبانيه تتحسن مع قدوم خير الدين زتشي خاصه انه مر بتجربه ناجحه في نادي بارادو لكن شفنا ولا شيء تغير في وقت الرئيس السابق روراوا او زتشي نفس صح النتائج صح نعيمه توب وفلوب سوبر جام وفلوب فوالا اكزاكتومون جام اي فلوب جام بوركوا شامبيون دافريك حتى واحد ما ينحيها لهم مانيفيك حاجه ثانيه من حيالنا نعيمه احنا من حيها لهم ليهم حطوك مسؤولين وقول لك انايا العهده تاعو جات بيان ثاني شيء انا بو من شهد وخدمت معاه كره القدم النسائيه اول رئيس اتحاد جزائري مد الامكانيات للمنتخبات للمنتخب الوطني اقل من 17 اقل من 20 وحتى سيده الف من ناحيه الامكانيات والتربصات وحتى لو ستاف اي داكا فلوب المديريه التقنيه لي جان يو 17 يو 20 لي جون كاتيجوري ما هو كاس كيزون فيه نتائج صح واش داروا حاجه فريمون اللي قالوا اللي شفناها حنايا في المدير التقنيه واو راني داكا من غير هذه انا كاين دو تروك كوب دافريك اي نجاوبوا كي درت لو جامبا حسب النتائج كي كنت مدربه منتخب وطني اقل من 20 سنه رحنا الالعاب الافريقيه وصلنا لدور النصف النهائي وخسرنا في المرتبه الثالثه دونك هو انجاز ما عندنا الشك ما عندنا الشك اول مره المشاركه استثناء علاش خاطر مارادونا لعيب العوادي هذه جا خداوي باش نخدموا مع فاروق يلا توب لانه نوافقوا على ما يقول لك ايجابيه حصيله ايجابيه نسبيا لانه شاهدنا تاهل رياضيين الالعاب الاولمبيه شاهدنا المنتخب الوطني بزاف عفايس صح جيم باب على نعاود نولي نعاود نولي البطوله المحليه لانه كاين نقائص كاين مشاكل كاين اخفاقات على الصعيد المحلي وكاين بوكو دو فلوب او نيفو على ان شاء الله تحسن عاود لك توب الزميل العزيز كريم العربي فاروق تلقاك هنا ماك معنا ماكش معنا توب صح اه واش قلنا في التوب تاعك اول ما نساوش باللي هو اللي
وجب بالماضي. كاين ناس ما تعجبهمش هذه الهضره، يقول لك بالماضي أنا. كان انا اقول لك كاين ناس تقول ايه الناس هذوك قولهم انت. انا ما قلتش انا معاك، انا نقول لك باللي كراسا دوكا زتشي هو تحسب له باللي هو اللي لا نيغوسي مع بالماضي. بعد الناس كانت تقول كاع الي لوجيك منطقي، هذه حاجه صح. تهضروا على لي جان، لي جان نعرف انايا سي لي كلوب هما اللي فورميو، سي با لا فيديراسيون اللي دير لك لي جان. فرنسا باش تقول كلوب فاروق، إذا غادي دي جوار دو فرانس، خلينا هذيك ما عندكش لي جان، ما عندكش لي جان في لي شامبيون. معليش تخسري نورمال نعيم، انا نهضر لك بلي لي جان سي لي كلوب مسؤولية تاع الانديه. نعرفوا سي الانديه هما المسؤولين، وكاع على بالكم بلي المسؤولين تاع لا بلوبار لي راه في الفوتبول ماشي تاع فوتبول. هذه هي الحاجه هذه باش نرجعوا دوك فيديراسيون هي اللي ترجع لي جان تاعنا يطيروا. من ذاك العام حنا جامي كانوا لي جان، نهار بديت نعرف من قبل ما نبدا لا مع حداد وصلوا للفينال دو كوب دافريك ليكول لي جان دو لا فيديراسيون، وصلوا فينال وراحوا لا كوب دي موند. لعبت له هنا حتى في لا ما من المنتخب الاولمبي 2017 المنتخب الاولمبي المنتخب حقق الفينال الاخرين هذوك تاع الاكاديمي اللي راحوا لعبوا هنا وخسروا. من نهار من لي جون تاعنا من نهار خلق فوتبول ما راحوا بارتيسيبا اون فوا كوب دي موند في 79 ولا سينو ما عندناش حنا دوك نهضروا على لي جون. لي جون حنا سي لي كلاب يخدموا كي تهضر لي دوكا نولي لك ان جون بواحد سي قلت لي عمو راه الى 20 طون على ليبوك سي 17 طون لي كلوب كاع الجيريان كاع عندهم 3 4 جواد او نيفو صح صح لا دوكا ولا دوكا ان جون تاع 20 طون الناس راه يدير لانه ما كاش فاروق لانه ما كاش باسكو الناس ما يخدموش تخدم حنا بكري كنا نخدموا شي لا فيديراسيون مي افي با او شيخه يا في ما كانش لي موايا جي اس كاس دوكا جي اس كاس كي دي جواد جي اس كاس عطي لي ان جون جواد غادي نهضروا جي اس كاس اللي نعرف نو جوست الاشكال مطروح علاه ديما لي جون او نيفو دي جون باغ اكزومبل لا جينيراسيون هذه تاع لي اوفا تاع المره هذه يا تلقى دون 4 5 اون دي دو دي جوار من نفس العمر تاعهم صح يبانوا صح وهذو اللي شاركوا يبردوا صافي دير في النهايه انا جو ديري انا بار اكسبيريونس يعني صح بحكم التجارب تاعي في الفيديراسيون بيان بلاصي باش تمثل رايك انه لو مود دو سيليكسيون تاعنا اللي تري فابل صح صح اللي طري فابل نشوفوا غير بعين وحده ولا التليفون اظن وهذا ما يكفيش اظن وهذا ما يكفيش هذا الاشكال مطروح اليوم اللي باش نغيروا امورنا صح ونكون صح وحنا بهذا نطوي ملف توبي فلوب يعطيكم الصحة ويعطيكم الصحة على آرائكم اللي كانت مختلفة وكانت مليحة وصفيقة خديجة حلات لها يلا نروحوا نطفوا شويه الاجواء ونروحوا نسقموا شويه الاتموسفير بفاصل غنائي قصير من الاغنيه اللي دارت سوكسي تاع محمي لانو واغنيه ما شافوهاش واللي تبعتها لنا امينه بيان سور. يعطيك الصحه امينه جبت لنا اغنيه تاع محمي لانو وسقمتي لنا الحاله هنايا خاطر هنا نعيمه يزعفانا. نروحوا الفاصل الغنائي مشاهدينا الكرام ونعاود نولوا. اذا ما شافوهاش اغنيه بوح ميلانو دارت سوكسي واللي عجبتنا عايمه بيان سور مصباحي تغني معاها هنا في البلاطو دارت حاجه اغنيه اللي دارت سوكسي كبير في الفتره الاخيره المهم جيت الاغنيه في السطار ونزيد لونسي خليني لونسي انا بريك محمي لانو ما شاء الله عنده الكليب الحصري تاع الاغنيه الجديده تاعو عالم ثاني راح تكون حصريين على تلفزيون لينا تلفزيون لينا وليكم شحال شابه اللي تعلينا والله العظيم والله فور يلا مشاهدينا الكرام من دون اطار نروحوا الفقره المواليه نروحوا نلعبوا شويه مع لي كرونيكر تاعنا مع ايزان فيتي تاعنا فقره صرا او لا فقره تيكي تاكا بغض فقره تيكي تاكا يلا اذا فقره تيكي تاكا هذا الاسبوع مشاهدينا الكرام خيرنا دي كويز دي كاستيون صرات ولا ما صراتش على بالي كرونيكر فاهمين الكونسيبت نفهم لي زانفيتي برك شيخ عزدين ولا رميسه لي كاستيون حيكونوا صرا ولا ما صراتش نعطيكم دي كاستيون تقولوا لي اسكو صرات ولا ما صراتش بجام ولا جام با صرات ولا ما صراتش دونك هكذا باش حتى التليسبيكتاتور بالك المشاهدين اللي يشوفوا باش يفهموا ايضا الفقره فقره تيكي تاكا اللي حتكون على طول العام ان شاء الله فيها هكذا العاب فيها دي كويز فيها تحديات ربما بين لي كرونيكر وبين لي زانفيتي وما شاف الا كنا جاهزين امينه باش نروحوا للسؤال الاول ودائما جاهزه امينه مع طارق يا خويا هذيك هي يلا عطونا السؤال الاول واش يقول السؤال الأول يقول حكم في مباراة ما ابتلع الصافرة أثناء المباراة يعني بلا صفارة وهو أثناء التحكيم صارت ولا ما صارتش؟
ما صراتش لا بون ريبونس عند فاروق بالقايد. نعم 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 صفقوا لي فاروق بالقايد. فاروق لازم تصفقوا عليه بصح كيقول عجا ريبونس صح عليك. لا عندك نجي محمد عطيت له الاجوبه. لا لا هذو بدينا هذو بدينا كيما باينه باللي جا. تقدر تصرا تقدر تصرا تقدر تصرا وصفاره تاع بكري ماشي كيما تاع دوكا. تقدر تصرا علاش 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 حبيت بين الفرق بين بلعها كومبليتمون ولا جوست لا لا بلعها وتغاشا وصرات تروح له تاع بكري يجوزو شيخ. اه جوستومون تاع بكري تاع بكري يجوز لوربيت الله يبارك عليه. قال لك صفاره تاع بكري يجوز نورمال. باش نعطوا المعلومه فقط انه صح هذه الحادثة صارت في 1927 في الدوري الفرنسي وي كانت في الدوري في الدوري الفرنسي وي كانت في حكم حكم سكارة فيكم جات هكذا. اسمع انت خلي فيها اه والله ما يخليش يهضر بس يدير جي كونترول غير هو جابها فادي هذا هو الهجوم لعب بالون هو وقف قدام ربيع. يا فارق خويا يا فارق خويا شوف قول لي هكذا الو خليني برك نمد المعلومه الو خليني نمد المعلومه لانه سي تري امبورطون. هذا الحكم اللي اعتزل التحكيم بعد هذه الحادثه هو اونغي دولوني. هو هذا الحكم اللي اصبح مع مرور الوقت رئيس الاتحاديه الفرنسيه لكره القدم كان مع جول ريمي. جول ريمي هو اللي كان وراء فكره تاسيس كاس العالم وأونغي دولوني كان هو صاحب فكره انشاء بطوله امم اوروبا اللي كانت في 1960 اول نسخه. ومن سوء حظ ربما أونغي دولوني انه توفى في 1955 يعني خمس سنوات قبل أول بطولة بطولة أمم أوروبا اللي كان هو صاحب الفكرة إنشاء بطولة أوروبا لكرة القدم. يلا نروح لسؤال ثاني. السؤال الثاني وش يقول يا أمينة؟ يقول تعد نتيجة 149 مقابل 0 أثقل نتيجة في تاريخ كرة القدم. 149 مقابل 0 شيخ خاوي خمم. صلات حاجه كيما هكذا دون سو سونس. استراليا نظن 60 مينوت كشاي ماركو. صلات لا ما صلاتش هكذا ما صلاتش ما صلاتش 63 واقيلا 60 مينوت شحال ماركو في دقيقه؟ شحال ماركو في دقيقه هذه؟ 149 60 مينوت ماركو شحال كي ماركو دو بيت في دقيقه ما كاش ما لعبتش. اي با لا ريبونس لا بون ريبونس عند خديجه خداوي. نعم صرات صح صرات هذه النتيجه. ما داغاش قرب ما باليش علاش نسيت علاش. ها يا سيدي هاي تراجع هاي تراجع هاي تراجع قول لي دوكا ما داغاش مالك ما داغاش قرب ما داغاش قرب صح هذه بيعت روحها 149 مقابل صفر قلت لي درتها صح لا لا بالك قراتها بالك قراتها بالك قراتها باسكو كي قالت لي ما داغاش قرب سوق ما داغاش قرب وكانت بين 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 فريقين بين اديما وستاد اولمبيك كانت مباراه في 2002 والسبب يا شيخ انه هذا الكلوب هذا تاع اديما هما اللي ربحوا اولمبيك ستاد لعبنا معاهم حنا ليوسما اديما فريق كبير فريق كبير في مدغشقر مدغشقر هو كان احتجاج من فريق اولمبيك ستاد اولمبيك وكان احتجاج للظروف اللي كان يعيشها سواء في ماديا ولا ايضا مع التحكيم ومع كذا فسجلوا على روحهم 149 هدف مقابل صفر في المباراه المهمه نتيجه ثقيله وراهي في موسوعه غينيس هي اللي دخلت في موسوعه غينيس كاثقل نتيجه في مباراه كرة القدم. يلا نروحوا للسؤال الثالث ونروحوا شويه لكأس العالم نروحوا شويه لهولندا. والسؤال يقول انه في مونديال 94 اللي كان بالولايات المتحدة الأمريكية الغريب ربما في هذا القصة انه هذا اللاعب تأثر بعدها. طائرة المنتخب الهولندي اللي كانت رايحة الولايات المتحدة تعرضت لعطب يعني طاحت صار فيها مشكل وما قدروش بلوزور بريز باش يطلعوا في الطيارة. كان معهم بيركومب دينيس بيركومب النجم الهولندي كان صغير هذاك الوقت خاف من هذاك الوقت ما زادش يركب في الطياره. صرات ولا ما صراتش؟ صرات معروف باللي خاف الطياره. اذا لا بون ريبونس باسكو صح اللي يعرفوا يتبعوا كره القدم انه دينيس بيركومب كان يخاف الطياره صح ومن هذه الحادثه ما ركبش في الطائره الا في حالات نادره جدا وكان يغيب على فريق ارسنال الفريق تاعو كان يغيب على المباريات اللي تلعب خارج انجلترا كان يروح في القطار ولا ما يروحش تمام. حتى المنتخب الهولندي كيما تاهلش ل صح كوب دي مون تاع 2002 صح 2002 هو فرح صح فرح كيما تاهلوش يعني بعد سنوات قال انا فرحت هذاك الوقت كيما انا كيما يخاف كيما انا الفرح كيما نروحش لافريك كان يفيس ما يروحش لافريك جحنين باش كومبارازار مداغاسكار صح كنا رايحين مداغاسكار صح جمعنا المطار اون 2003 ومن بعد هرب المطار لما نهرب خطر دو فوا هربت انا والله خطر كان على بالي بلي خطر ليكيب ناسيونال متشا رايحين للتشاد عاود وليت من المطار
يما تسمح لي قلت له ماي مريضه واختار جهاز كهرباء الشاي من المطار رايح لمصر. اعترافات بعد سنوات. كاين عندنا ايضا صديقنا الحارس الدولي مالك عسله اللي انا نعرفه شخصيا باللي كيخاف طياره. تحيه الملك له في السعوديه وبعيده السعوديه على الجزائر. فهو ثاني يخاف الطائره. بزاف من الناس اللي عندهم لافوبي تاع ركوب الطائرة. هما يخافوها. انا نموت انا نبكي انا لي زيكيب يركبوا معايا يشبعوا الضحك عليا من البكاء. والله انا قاني جو فواياج با بوكو. عندك الخوف تاع الطياره؟ لافوبي هاد لي زاني هادوما اللي باسكو دو طو طرف راهي طاحت هي راحت ما كانش فاش موت. اون فوا ما باليش سي با ان بيلوت كوموندون دبور هو دار صافي ربي كان راكب معنا في الطياره. شافني انا من اللور يا يما يا كذا يا كذا وما كان دوزيام ايكيباج كانوا سيفيل راكبين. اون فوا دار كنت في ليكيب ناسيونال دار هو الفول. انا قاعد حتى نسمع مازال ما الطياره ما ديكولاج ام سي بالقايد يجي خلاص صح يضحوا بيا كوكبيت واش كاين كذا واش غير الخيل لحقت. قال لي قعد قدامي درت معاه الفول. قال لي لا دانيير فوا ني شتك بدايتها. قال لي اليوم دير معايا الفول. كنت معاه درت معاه الطياره في الكوكبيت باش تشوف. ومن بعد تما رحت لك ولا مازالك تخاف؟ كاين هذيك الدقيقه رحت لي معاه تماك الاز باسكو نشوف وكدا وعلى بالي بلي واوي قصر ويضحك الاز بصح كنت كون من اللور معاه. صح كاين الناس اللي تخاف. كاين اللي الناس اللي تخاف ركوب الطياره. يلا نروح للسؤال الرابع. السؤال الرابع في فقره صراو مصراش اللي تيكي تاكا. واش تقول؟ لاعب وقع في مانشستر يونايتد مقابل المثلجات مقابل لي كلاص لاكريم نورمال صرادي 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 دخلت 1927 شفت كاع وصرا وجبتهم لكم كامل. 1927 هو ماك لينايين من نادي ستوكبورت. هذا النادي راه يلعب الان في الدرجه الرابعه. ستوكبورت انتقل الى مانشستر يونايتد مقابل ثلاجه تاع مثلجات فريجيدار كاع معمره بلي كلاس. دونك هذا اللاعب وقع في مانشستر يونايتد. في مانشستر يونايتد كبار. كاش اركنداز ولا هذا. يلا نروح السؤال اللي بعده. يلا السؤال اللي بعده. طارق بوغراب قال لكم انا بالرشته نسيني. اعطوني رشته بوك نسيني. اعطوني السؤال اللي بعده. يلا السؤال اللي بعده يقول منتخب أقصية من كأس العالم دون تلقيه أي هدف. طبعا هو راح يكون أنا قلت لكم هو منتخب سويسرا. صار ولا ما صارش؟ صرات صح صرات صح. هابي أفريكا 2006 2006 هو منتخب سويسرا صح صرات كان في 2006 تأهل من دور المجموعات دون تلقيه أي هدف. أقصية لا 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 سويسرا في 2006 2006 وتليميناو في الدور الثاني نائمة العوادي مع اليوكران. مع اليوكران منتخب اوكرانيا خرجوا ب 0-0 ومن بعد راحوا بلي بيناتي وخسروا. دونك كاين منها. يلا اعطونا سؤال اخر. السؤال الاخر واش يقول؟ السؤال الاخير ماشي سؤال اخر. السؤال الاخير واش يقول؟ يقول انه في بلد ما في رابطه انتخب رئيسها دون حضوره. صراحه ما صراش 2021 2021 نعيمه تحب على شي سوجي يا خويا نعيمه 2021 شرق الجزائر صح. الو غدا كانت في الجزائر مالوغزمون الاسبوع بحر الاسبوع الفارط وضاف الى فضائح ربما التسيير العشوائي في كره القدم ولا في الرياضه بصفه عامه. الحادثه كانت في رابطه سكيكدا والرئيس عبد الله قداح العضو المكتب الفيدرالي الذي انتخب دون حضوره في تصحيح من لي 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 اكيد اكيد الوزاره وقفت وقالت انه الغات النتائج. ونشكر الصحفي اللي جاب المعلومه جاب الخبر ونشر الخبر ولا لا. ومن بعد كي تبدا تشوف كي تبدا تبحث وتستقصي في هذه الحادثه هذه تشوف انه كم رؤساء رابطه يا شيخ بالك قضي في الفوتبول بالك تقول لي العهده ثالثه رابعه ما كانش اللي عنده وحده زوج ثمانيه كان تسعه كاين ولا حق تسعه وحنا ما نعرفوهمش. ايه ما نعرفوهمش الكوره وما نعرفوهمش. انا واش نحب نقول انه لو مال جو فوتبول انا بو موا كصحفي ولا كمتابع ولا على بالي بلي حتى لي كرونيكر تاعنا يوافقوني في الراي انه المشكل في 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 هاد الرابطات وفي الاقسام الدنيا ما نقعدوا نحوسوا غير على مشاكل ربما تاع الانديه ولا يا ودي كاين ناس راهي دايره دي فورتون هكذا دي فورتون بالفساد في باش قدامهم بريزيدونت فيدرال صح صح ما يتباش ما تباش ما تباش ما تباش فضايح باسكو هادو اللي هادو اللي تاع لا ليغا هادو ما راهم اللي عنده 20 سنه 30 سنه هو على الرابطه ما شفنا والو ونشوفوا غير تما بريزيدونت فيدراسيون يجي بوغ موندا تاع كاتالوغ داير نحاسبوا نحاسبوا هادو قبل باش نلحقوا باش نلحقوا شفنا اون كوب ريجيونال صح نو اون كوب ريجيونال نفتخروا بالفرق انتر ولايه زمان كانت الامور كيما هكا صح دي تورنوا صح مي اليوم
جيري جو سي با البطولة تاع لي جان كانت هذاك الوقت المستوى كبيرة اليوم فاروق اليوم اون جير لي سيزون يعني الموسم كما كان الدير باكلي باكلي صح بأي طريقة صح ومن بعد يجي يقول لك أنا مسؤول كروي بعد تلقاهم يغيدوا الحال يغيدوا الحال كما تشوف ولاد الكرة لي زونفون الناس البالون كما تهضر الناس البالون ما كاشفهم هذا العيب كبير في التجاره في التجاره اللي راه بجبد روح على كل وهذا العيب ان شاء الله نتمنوا انه هذه الامور تتحل جوستين بارونتيز رئيس الجمهوريه سي تبون قال لك عنده البريزيدون لا ريبوبليك عنده دو موندا فقط هذا رئيس الدوله صح وما ادراك في هذا الرابطه انا من هذا المنبر يعني جولونس لابيل للمسؤولين الدوله انه الرابطه عنده دو موندا في 8 سنين تقدر تخدم خويا دو موندا من بعد كيلقتي اوبليجي دو سورتير باش ما ندخلش تفاصيل لانه قدامنا لازم يكون فيه تعديل في القوانين باسكو القوانين اللي راهي الان راهي مخيطه على حساب هذوما رؤساء الرابطه. يلا مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا لنهايه الفقره فقره تيكي تاكا ونروح الفقره اللي بعدها فقره فلاش باك. لا معليش مازال ما ولفناش الببليك المره اللي فاتت جوزناها بلا ببليك اليوم مشبحونا القعده وتحيه لكم كامل الببليك اللي وانا حاضر معنا اليوم فوالا يعطيكم الصحه لانه زيتونا الفلاطو تاعنا نفس البالون وبلا بيكم ما تكون حلوه كيما راهي اليوم باش نسقموها مليح. اذا متواصلون معكم مشاهدينا الكرام في برنامج جناس البالون فقره الى الان فقره فلاش باك فقره نعود بها نولوا لي سوفينير لما كان في الرياضه الجزائريه بصفه عامه. الاسبوع الفارط توقفنا عند ادريس كوليباي لاعب سابق لفريق شبيبه القبائل وهذا الاسبوع كريم بالعربي وين راح تحت العنابه راح عنابه وتحيه الكامل لناس عنابه المدينه المضيفه اللي كنا نزلنا فيها وكان عندنا حوار مع اللاعب الدولي السابق ولاعب وفاق سطيف شبيبه القبائل عديد الانديه الجزائريه مدافع كان كبير مدافع كان إليغون مدافع اللي كان ربما تنبؤوا له بمستقبل اكثر واكبر من اللي قدموا مع الفرق اللي يلعب فيها ولو انه تقمص كما قلت اكبر قميص اكبر الانديه الجزائريه من دون اختصار هو لاعب عادل معيزه في فقره فلاش باك لهذا الاسبوع. هذيك لا سينياتير الاولى تاعي لاج دي 18 عام في شباب قسنطينه كان بريزيدون بن غزال تما الوقت هذاك كنت لاج تاعي مازال جونيور ونلعب سينيور كي كانوا كاينين جوار كنقول لك بيريود وين كان فوتبول عزيز الوقت هذاك وكنت صغير كنت نحب نلعب ما نكذبش عليك نحب نلعب باش اكون نحب نلعب كان معنا مشهود لا يذكره بالخير مشهود يوسف واحد الماتش ما كنت صغير وكنت حاب نلعب في قسنطينه ومن بعد ما لعبتش غاضتني بكيت عليه وكذا في الفيستيار غاضتني تاع صراحه راح المدرب قال له انا ما نلعبش لازم يلعب عادل مام المدرب شغل قال له درك ما نقدرش نبدل قبل الماتش وكذا من بعد ابري شغل الجاست هذاك بقى لي في راسي نزلنا سنة سيفونسيون تاع الولاية سيفونسيون تاع دي جي اس سيفونسيون تاع البلدية شغل ما بقاش احتراف اما لا جي بريفير نقلبو نعاودو نرجعو وين كنا اماتير ونعاودو نكونو رواحنا لازم هادو الناس اللي يحبوا يديروا شركات يديروا دي ستاج يديروا مع الباليش دي ستاج يبريباريو رواحهم للشركات اللي راهي جاية باش تحكم لي كلوب باش نكونوا غدوة نكونوا واجدين دوك نقول لك تحقرت ما تحقرتش حقي ما حقي دون انا نلوم روحي اولا نلوم روحي بالكش في لاكارير تاعي الحاجه اللي ندمت عليها ما كنتش نخدم بزاف كي تكون صغير ما تحسش تلعب عندك لي ماتش هكا مع الوقت وكذا تلعب وعندك لي كاليتي تاعك دونك لا تكنيك وكذا ما تفيق لهاش مي كون خدمت بوكو بليس كنت نروح بالك نيفو خير من هكا
جاني كونتاكت نادي الافريقي، هذا هو اللي ندمت عليه ياسر في البريود هذيك، باسكو كان نادي الافريقي كان البريود هذيك مدرب بن شيخه اللي نحييه، تهضروا معايا ومن بعد زاد هو بقى شاك فوا يعيط لي هيا تجي هيا تجي، وانا كنت ميزيتي باسكو البريود هذيك كنا في ستيف كنا ملاح وكنت صغير وكذا. هذيك هي الحاجه اللي ندمت عليها، كانت باسكو البريود هذيك كنت شوف الشامبيونات تاع تونس كانت البطوله تاعهم قويه يعني. ما عطاونيش انا لوكازيون باش يشوفوني، اشاك فوا الناس تحكي عليا يقول لك والله كاين ديفونسير في ستيفي نجم يلعب في ليكيب ناسيونال اه لازم مي براتيك، ما عطاونيش لوكازيون. دوك انت تعيط لنا هنا لي لوكو بريود هذيك بلا ما نحشمو، كانوا يعمروا بينا لا ليست، كانوا يعمروا بينا لا ليست، كانوا المهم الهم تاعهم انه ليكون باسبور احمر يجيبوه، واش احنا كنا في ليماج برك باش نبانو برك بلي كون كوانا نعيطوا لي لوكو لا بروف دارها ماجا ما صلحتش. لي لوكو غادتنا بزاف، كان عندنا ماتش تاع لاغيني 5 جوي كاليفيكاسيون تاع كوب دافريك تاع شونتاج تاع دراهم وكذا، وصرات امور كبرت وين ما رحناش نونترينيو، كان كابيتان منصوري وجماعه كي سمعنا ما كانش نونترينيو تشوكينا حنا حتى في الكلوب ديرها وتحشم، تحس تبعت البلاد ب 20 يورو، حكاية تاع 20 يورو 100 يورو هذه هي الحكاية، ماشي حكاية نتكاليف ومن بعد ريكلامي على حقي وكذا، هذه هي الحاجة اللي ما عجبتناش. البريود هذيك كان معنا المدرب رابح سعدان اللي نحييه وان شاء الله نطلبوا له الشفاء، كان مع زهير جلول لاجوان شغل بالقصرة هكذا مع زهير، يقول لي بربي ان شاء الله نيميرو 5 ما بقاش تنحى من ظهرك في ليكيب ناسيونال. ناصر يفاق سطيف الذي يريد تسجيل نتيجة الأمان والإطمئنان، عدو ملومش المدرب باسكو حسيت باللي كاين امور في الفريق الوطني ماهيش تسير على طريق المدرب، فاهم كاين امور داخليه وكاين لاعبين يدخلوا في امور اللي خارجه عن النطاق تاعهم. كان واحد يقلقني ياسر ما يخلينيش نلعب باسكو انا نحب نحكم البانو نبيل حيماني الله يرحمه، نبيل حيماني الله يرحمه هو يقول لي انت تقلقني وانا نقول له انت تقلقني، هو يجري بزاف ويحب يتاكلي ويحب يدير من اللي زاتاكون يديرون جيو لي ديفونسير، وانا نلعب معاه بالحيله بلا تكنيك هذيك، هو يقول لي انت تقلقني وانا نقول له ما نقول له انت كي تبدا تلعب قول لي انا ما نلعبش وخلاص معناك عاد كيما هكا خليك تا لازم وانا ماتش واحد اخر نولي لازم. نبيل الله يرحمه كان يقلقني ياسر اني رامو تامن اللي كانت عنده شو الكباري كذا منا كان شويه يديرون جينا بريود اللي كان في ديزمان هذيك، كان رشيد بالحود الله يرحمه ويوسع عليه كان يعاتبني ياسر، كان يعاتبني ياسر وكنت ديما نتعارك معاه في بريود تاع بريباراسيون، قلت له كنت شويه فنيان من بعد ابري كي شاف لي كاليتي في التيران وكذا تبدلت العقليه معاه، نحترمه باسكو كان ينصحني وكان يعطيني واحد النصايح كون خديتهم بالك كان خير من خندير كارير خير من ناديه. بيان سير عندي طموح بربي ان شاء الله كيما يقول لك الوقت هذا الراهن لكتب المكتوب نكون مدرب تاع لي 17 تاع حمراء عنابه ان شاء الله اللي تكون دي بي تي في لا كارير كمدرب ان شاء الله. هذه هي الحاجه اللي تخلي اموال الجوار تاع الجزائر يبقاو في الواجهه ومش يكمل لا كارير تاعو منا يولي ما يتفكروش منا. انا نقول لكم بارك الله فيكم باسكو جاست يبقى ديما عزيز علينا. إذن كان هذا كلام وحوار عادل معيزة لاعب دولي السابق لكريم بالعربي اللي كان معاه في مدينة عنابة، طبعا كلام ثقيل شوية اللي كان قالوا خاصة فيما يخص المساومة اللي كانت هذاك الوقت من بعض المغتربين اللي قال لك حسينا بليك ليكيب تبعت ب 20 أورو على جال 20 أورو خسرنا لاكاليفيكاسيون اللي كانش فيه يا شيخ تاع 2008 فايندونو ماركانا دوبلي هنا في 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 5 جويليه وخسرنا ما رحناش الكأس أمم إفريقيا المرة الثانية على التوالي. أولا نحيي عادل اللي كان لي فرصة باش دربته
من بين احسن المحوريين يعني سانسيرمون يعني الجواب قالوا هو احنا كمدربين ديما نشوفوه شويه فنيان ولكن هو عنده امكانيات كبيره صح يعني في الدفاع وحتى في الهجوم يسجل. اما الكلام اللي قالوا على كانت فتره وين المغتربين كانوا عندهم كما يقول لك بين قوسين تشويش تاعهم، ولكن نظن هذيك الفتره فتره الفيدراليه كانت صعيبه صح وغامرنا بواحد الجيل اللي كنا قادرين نستفدوا منه. جيل اللي كان اللي كان ربما فيه بزاف لاعبين لنا اليوم انا نتحسروا على ذاك الوقت. بالك فاروق انت لحقت به كان جون عادل معيزه باختصار طبعا لاعب اللي كان قادر يدير ما خير ما قلت يلعب في لي غران كلوب. عادل انا بور موا سي ابخي مونير زغدود سيتي لوميير صح ليبيرو هو ليبيرو دو شارم هذا هو ليبيرو دو شارم ماشي ان اكسيال اللي انا نشوفه دوكا تبدل شويه مي عادل تكنيكمون فيزيكمون كان لاعب اللي كان يقدر يدير كارير في الفريق الوطني على ليبوك كان قادر يكون هو الركيزه تاع ليكيب ناسيونال. تكلمت لي على عادل معيزه على هذه الحكايه تاع المنتخب الوطني اللي قال كان يعمر بنا لاليس. وي هذه حسيت لها انت فارق هذاك الوقت؟ بيان سور احنا كنا ما كانش اللي يضرب عليك ولا نروحوا ليكيب ناسيونال ميم يا دي زونتينور ربي كما يقول لك يسامحهم كذا ما كانش عندهم هذيك الشخصيه باش ياخذوا كما يقول لك ياخذوا هذيك لا ديسيزيون وين دوك نحضرنا على عادل نقعدوا في عادل عادل معيزه ذاك الوقت يقدر يكون في الفريق الوطني الاز صح باسكو تشوف الامكانيات ديالو وتشوف الامكانيات ما تاع دوكا بن عمري ولا ماندي تما ما كانش ديفيرونس عادل صح ماهوش لاج ماهوش لا بيريود ماهيش بعيده بينهم وبين عادل بهذاك ليبوك كان قادر يكون هو في صح في الفريق هذاك كل واحد كل مدرب كيفاش يشوف كيفاش نظرة مي بوغ ليكيب ناسيونال تغيدك باسكو فريق وطني ماذا بينا نشوفوا لي ميور جوار الجيريان يكونوا تما يكونوا لي ميور صح هو مالوريزمون ماشي غير هو مي عادل انا ليا اللاعب ديالو كنت نعشق اللاعب ديالو لاعب كان ممتاز لاعب كان قدم الكثير مع الفريق اللي لعب فيه وكما قالوا لي زيكسبير الخبراء تاعنا انه كان واحد من احسن اللاعبين المحوريين ربما في تاريخ كره القدم الجزائريه ولا في الجيل تاعو صح ولا في أنا الجيل انا بعد زغدود نشوفه هو في الجيل في الجيل تاعو نعيما ما بقناش الوقت يعني كلمه في لي زانترفيو تاع لي زونسيان الحاجه اللي تدور وحتى المدربين عندهم ان طالون ولكن ما يكونوش يخدموا صح هو سي باسكو كانوا يخدموا في وقتهم كانوا يروحوا بعيد هو اعترف هو يقال يعني صرح بها شجاع اللاعب ما عباكش يقول لك ما كناش نخدموا باسكو اليبوك انا بديت نلعب بالك بان اونترينور ما كانش اليبوك ان اونترينور دي غارديان ماشي بريباراتور فيزيك خدمنا 2004 ما كانش هذه 2004 دينا قريب دينا ما كانش بريباراتور فيزيك لو كوتش اونترينور دي غارديان وصلت الفكره فاروق وراح يكونوا ايضا حوارات اخرى مع لاعبين قدام ربما اللي كانوا تألقوا اللي كانوا ربما على طاوله كارير تاعهم تكتشفوها دائما اسبوعيا في فقره فلاش باك نواصلوا ونتقدموا في لافيدور الورقه الطارق ونتفقوا نواصلوا في فقرتنا مشاهدينا الكرام نروحوا لفقره تخربيشه من اعداد طارق بوغراب في تيار خفيف هكذا وبعدين نروحوا مباشره للفقره المواليه فقره اوفسايد اللي حيكون فيها حوار مع رميسه البطل تاعنا ومع الشيخ عز الدين ايج جودي. واش كاين فما حي اللي كاين راهو باين والبدايه بتصريحات خير الدين زتشي اللي هدر فيها على احداث لقاء صفاقسي التونسي ومولوديه الجزائر في كاس رابطه ابطال افريقيا. واش قالو وقال بلي الاتحاديه راح تكون حاضره في المستقبل وحمايه الفرق من هذه الكواليس. انا شفت بان ضربه الجزاء كانت خياليه ولهذا هذه الامور لازمها تحبس في الكره الافريقيه. الله يبارك. ايوي كالعاده دائما روتر بصح ان شاء الله نشوفوكم في دوري المجموعات. كنا دائما نشوفوا تصريحات والكلام الزايد بين المدربين والرؤساء بعد ما يغادروا الفريق. في مجبب بزاف على بالك، في مهبل هذايا. اليوم تبدلت العقليه ولات الباتيسري حاضره كيتحاوز المدرب اللي ما يخسرش. هذا فيم شايفونا يا درا اذا بنينا ولا لا. ما تقولي ليش كي تجوعي تحبي تاكلي يا اخي كيفاش عرفت؟ رابطه ابطال افريقيا خرجت لقاءات كبيره للعميد وشباب بلوزداد، المولوديه في الشمال امام الزمالك وتارجي والشباب في الادغال امام صن داونز ومازامبي. الفايده والحاصل ما يسلك منها غير طويل العمر. رائد غرب وهران يتصدر البطوله القطريه لكره القدم. يرحم بابا خطره جايه.
بالليل وبنجح ولات لهم عاده اللي يجي مرمدوه وخلاو الفريق في قطر يحمدوا ربي اللي هاد الزوج ما راهمش يلعبوا في نادي واحد. المعروف انه كره القدم تتلعب 11 كونتر 11 غير في لقاء المولوديه وصفاقسي اللي بوردي مصحابه واجهوا 12 لاعب. الحكم قصب خرب لها الرحمه ديالها. ما راناش ملاحه يا ودي ما اربيت معاهم كذا لي بيناتي في السماء كذا كي تعرفي خديجه ودار فضيحه كبيره في افريقيا. كي سكسينا وحوسنا لقينا باللي هذا الحكم تعويده. ايوه صرعوا الخفاف اللي ضربوا في شوارع تونس. إذن نواصلوا في فقرة أوفسايد، لكن قبل نحيي طارق بوغراب على التقرير الخفيف. بدلوا القعجة هنا في البلاطو، يعطيك الصحة، عجبهم قاع. ها يا طارق وزي. يلا من دون طارق نروح لفقرة أوفسايد باش نتكلموا، يكون عندنا حوار خفيف مع البطلة تاعنا اللي حضرة معنا اليوم، بطلة في الملاكمة النسوية رميسة بوعلام. إذن رميسة راح نبداو طبعا من 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 تأهل تاعك إلى الأولمبياد، إلى أولمبياد 2021 طبعا اللي راح تكون في طوكيو. أكيد أنه المشوار ربما ما كان سهل، شنو هي أهم العقبات ولا لي زوبستاكل اللي كانوا في طريقك أنت، ونتكلم على أشخاص بوكو بلوس اللي كانوا في طريق رميسة بوعلام اللي ربما كانوا ساهموا في فترة من الفترات في إعاقة البطلة للوصول، باسكو على بالنا بلي عندك لي كاباسيتي ماشي مليون. تهضر على الاشخاص ولا مانيش عارف اشخاص مسؤولين ولا لا لا انا بوغ موا كاين اعداء النجاح في كل ديسيبلين. تصيب اعداء النجاح بصح انا بوغ موا هذوك نستعملهم كحافز باسكو ديجا في لي جوز افريكان كي رحت باش نشارك في الالعاب الافريقيه كنت خسرت، كانت عندي شامبيون دافريك كنت خسرت في لا فينال، جبت ميداي ارجون. موراها كاين الناس قال لهم رميسه ما تسنى زعما ما تزيدش تسنى منها تجيب لك ميداي دوغ. انا هذيك الهضره كنت كل ما نطلع نبوكسي في لي جوز افريكان تفكرها تاع رميسه ما تسنى منها والو، رميسه ما لا تسنى منها ميداي دوغ في لي جوز افريكان، وكانت الميداليه الوحيده اللي جبتها انا في داكار ولا لا في لي جوز قبلها في لي جوز افريكان، وجبنا دو ميداي دوغ برك انا وبن شبلة عبد الحافظ بن شبلة. لي بوغ مو هذوك العباد انا الهضره تاعهم ولا الناس اللي يحبوا يحطموا نستعملهم انا كوتي بوزيتيف وحافز ليا باش نبين لهم برك. يقال انه حتى الدوره تاع داكار سقسيتك على تاع داكار، انا قلت بالك كي صوتيتي الكلام، يقال انه في فتره في الدوره تاع داكار كيف كانوا عراقيل وكاين ناس ما كانوش حابين رميسه تكون متواجده في البطوله، وبالك التتويج هو اللي زاد ديرونج اكثر. لا لا حنا ديجا كاين حنا البنات دائما كاين ناس يديرونجيوهم البنات في الملاكمه، تبان لهم باللي لا بوكس غير للرجال وماشي حنا، وحنا كي نبداو لا بريباراسيون كل واحد يكون عنده اوبجيكتيف ما يسمحش للهضره ولا للديرونجمون تاعهم. ولا انا راني 12 فوا شامبيون دالجيري والحمد لله، يعني دائما ندخل شامبيون دالجيري وناخذ التيتر تاعي بجداره كما يقولوا، بلاستي نستاهلها في ليكيب ناسيونال واستهليتها والحمد لله. يعني اول مره نتاهل العاب الاولمبيا انا وزميلتي خليف ايمان، وهذا شرف لي ندخل التاريخ في الملاكمه. صح شرف لك. طيب شخص دوك نهضروا على الناس الايجابيين، شخص اللي ربما الفضل تاعو بعد الله عز وجل، طبعا اكيد احنا كامل في حياتنا عندنا ناس ربي بعثهم لنا وسخرهم لنا باش يكونوا سبب في النجاح وربما في التقدم، شكون اللي انت ربما اليوم تقدري تفكري في هذا؟ يعني انا الحمد لله عندي اشخاص بزاف اللي ساندوني بعد ربي سبحانه وتعالى اللي هو سخر لي هذا بالك الرياضه طريق للنجاح. كاين بزاف نبدا بالعائله تاعي اللي ما حبستنيش وخلاتني باسكو كيما يقولوا لا بوكس المراه دائما حنا عندنا في المجتمع الجزائري شويه صعيبه، ولكن كيعرفوا بلي عندي طموحات وكنت حابه ننجح خلاوني ما حبسونيش. وموراها المدربين تاعي، المدرب تاعي تاع الكلوب اللي مخلوف ابراهيم اللي مازالوا معايا حتى الان، اللي بديت عنده ما زلت نكمل معاه لحد الان، هو اللي عنده الفضل اللي خلاني نحب هذه الرياضه. كاين بزاف ناس، كاين زميلتي في الفريق الوطني منال محرزي اللي بالك كانوا فترات من الوقت كنت نحبس الرياضه الواحد يكره ومنها، كانت هي دائما تحفزني ما نحبش. كاين بزاف مدربين اللي هم دوكا، المدرب تاعي عبد الغني كنزي اللي درت لك مشكل واقيلا كي حتجبدي كاع حتى في حياتك
بزاف مهم الناس كاع العائله تاع الملاكمه كاع الحمد لله الحمد لله الحمد لله. واليوم هذا هو النتيجه اليوم كاين رميسانه. خديجه عندك سؤال؟ عندي سؤال لربما يطرحوه كامل في الميدان الرياضي وخاصه عند الفتيات اللي مارسوا رياضه ربما هكا نقولوا خشينه عنيفه شويه باغ اكزومبل يقول لك كيفاش رميسه الله يبارك ما شاء الله شوي بازينه يقولوا كيفاش زعما ما تخافيش على وجهك زعما كي ديري لا بوكس خاصه انه الرياضه شويه فيها ديك وعنيفه كيفاش لا لا صح دائما يسقسوني سي نورمال انا كي دخلت في الاول كنت خايفه شويه من ازيتي زعما لا بوكس ومن بعد غير دخلت عرفت باللي كاين بروتيج دون كاين الكاسك نقدر نبروتيجي روحي وين ما نخسرش كامل وجهي ولا بون نيف يتكسر ما كاينش كيفاش ما يتكسرش اقل اضرار بصح وشنو تقدر كي تحب هذيك لا ديسيبلين تولي ما تشوفش لي كوتي نيجاتيف تاعك واش وي تفضلي تفضلي نعم ستادير كو دوكا تي كاين لا بوكس فيمينين بروفيسيونيل وين داكور تنحو الكاسك كون اون دوفيي بروفيسيونيل اسكو راكي يعني tu penses à l'avenir proche ou lointain que tu deviens une boxeuse professionnelle non ana je suis contre la boxe professionnelle pour moi pourquoi parce que ana déjà la boxe مانيش دايرتها يلحق سيغتان اج وين نحبس ما نكملش في لابوكس باسكو يقعد نقعد انا امراه وخاصه امراه جزائريه لوبجيكتيف تاعي هو ندير صح اسم انا حبيت نكتب اسم بوعلام رميسه في التاريخ اللي مالا ميداليه اولمبيه ولا الحمد لله ثم كان عندي هدف وراه عندي هدف راني حابه نلحق ليهم بعد ماذا بيا ما نكملش بروفيسيونيل ان شاء الله ان شاء الله تفتح رميسه شكرا جزيلا لك كنت حاضره معنا اليوم على كل حال هذا انترفيو خفيف لانه فاتنا الوقت كنا موجودين لك شويه باللي لا بوكس عبوك شي يقولوا لها الفن النبيل الفن النبيل الفن النبيل يعطيك الصحه فاروق بالقادر الفن النبيل سيرتو كيقولها فاروق يا خويا مليحه شابه هاي نروحوا لضيفنا الثاني عز الدين يجودي باختصار شوف شيخ انا موجود لك دي كاسيون على حساب واش نعرفوا عليك وخفيفه يعني في سؤال جواب الانترفيو اسمه شكون حنقول لك شكون وانت قول لي يلا نبداو شكون هو شكون هو الرئيس اللي ما دابيك ما تزجكا تعمل معاه في الجزائر بيان سور ها لا شيخ لو كارير بوكو بريزيدون صح بيان نظن مهما يكون خلينا علاقه دابزنا ودرنا ما تخليه مالغري ما يخلصكش مالغري الاخر ما البغض ما بقاش دبلوماسي ها دبلوماسي جات ماشي كاش دبلوماسي كيما قال لك انا دي سبورتيف نتلاقى وفي الخساره في الرباحه صح شكون اللاعب اللي ربما خلال المسيره ديالك حسيت بلك ربما ظلمته والله غير شوف نعطيك انا اللاعب كي تلعبوا يحس بليك تو الميور وكي ما تلعبوش راك ظلمت فيه صح كونترير لا لا عليك انت اللي تشوف بلك بالك باغ لا سويت الى في اون كارير مليحه وين كنت بالك ما درتش في الثقه فيه بالك كان فني يعني بالك كان فيه ديفو هو باسكو لازم ديال الام دي باط ليكيب اي لا يكون لا ما تقدرش يعني لاعبين سورتو دون دي غران كلوب فهمت وعندك لا كونكورونس صافي تحوس ديما لو ميور فهمت تحوس ديما تحط لو ميور مي بيتاتر كو نقول واحد ها مد واحد لازم تمد استاذ واحد نو باغ اكزومبل بلوسما كاين بوغندورا فلاني جا مع النابا كنت وكان طارق غول في هذيك لابيريود طارق ما كانش مليح فهم وليت ندخل بوندورا ان سيرتان مومون بوتيتر حسيت اني ظلمت طارق مي لا فورم تاع الاخر بوندورا ما دي لا لوبي طارق لا فورم تاعو ولا يلعب مي سينو حاولوا ديما tu peux pas être juste à 100% parce que moi قلت لك تلعبوا انت هو المخير ما تلعبوش انت هو وشكون صح شكون هو القائد الفريق اللي كنت تتفاهم معه صح تحس بلي لو ميساج تاعك كان يجوز في ارضيه الميدان انسان اللي تحسه ليدور في فريق صح كان مونير زغدود فلوس ما سي فهمت ونتمنى له ان شاء الله مسيره كبيره في الاخر ولا مام في شباب القبائل يافي اوسي ابراهيم زافور فهمت ولو انه هو بالقايد كان من ذاك يدي كابيتان مي فاروق سيتي ديجا منور فهمت ان ماتش يربحوا لك وحده كما نقولوا انا مي دي كابيتان كاين كما قلت لك كاين منير واحد كيما منير ولا زافور سيتي كومام تحس الثقل تاعهم تحس ليدر تحس صح ليدر صح السؤال الاخر ما عندوش علاقه بشكون بصح انا نصيغه بشكون لقاء اللي
غادك بزاف كي خسرته مباراة لعبتها وغادتك كي خسرتها. مع الوقت شوف مع الوقت فهم حوايج ماشي على مسيو دورو 2017 ديسمبر فان ديسمبر صح 2017 بريمير ميتو خاسين 3-0 في تيزي وزو دخلنا غيرنا الامور تعادلنا 3-3 مي ابري مع الوقت تفهم انه كاين رفع كما يقول لك الارجل و كما نقولوا حنا جو بي الي بلو لوا ونقول لك اشخاص اشخاص حاليا راهم يسيروا في الفريق وكانوا ديريال ديريال هذا باش يهبطوا باش يطيحونا باش ياخذوا يا رحنا بعيد يا سيدي احنا حابين نروحوا بعيد لا قلت لك الاشخاص مسيرين راهم دركا قرب شويه يقولوا رانا مسيرين الحديد الحديد قياس صح الحديد قياس تغيضك عمرك باسكو شايب القبائل فريق اسم كبير وشغل وقالها الله يرحمه واحد الشريف حناشي شغل ما نبيعوش النفط تاعنا وحنا بعد المقابله سنه وين قالوا لي بلي هذاك الماتش رفعوا الارجل كانت ليا باش طيروا كاع في هذيك لابيريود سي مالور. اخر سؤال وباختصار شكون هو الفريق اللي حيوقع فيه عز الدين ايجودي؟ قالوا لنا النهد قالوا لنا والله لحد الساعه راني مرتاح بعد 9 شهور خارج الديار. كانت عندك تجربه قصيره في فرنسا في فرنسا كانت حاولت يعني ماشي انا حاولت بحكم بقدر ما هما اللي جاوا عندي قالوا لي ارواح نحتاجوك في الفريق ولكن شفت ان الظروف والطموحات تاعي راهي هنا في الجزائر ولا في بلد اخر. ان شاء الله ان شاء الله يعطيك صحه يعطيك صحه كوتش بارك الله فيك. لا ان شاء الله ان شاء الله اتمنى لك الخير شيخ اتمنى لك الخير فيما في واش قاعد في المسيره لانه مسيره حافله الله يبارك بارك الله فيك اللي كنت حاضر معنا اليوم. من دون اطاله نروحوا للفقره المواليه فقره تنتظروها كاع اللي تسناوها كاع وختامها ختامها مسك ختام السهره راح يكون في فقره روجاك بيتشيتشي. بلال جيب بيتشيتشي وارواح أوجاك بيتشي السلام عليكم. السلام عليكم بلال واش راك بيتشيتشي بيتشيتشي علاش ما فرحوش بك ملاح ما يغنولكش الاغنيه ديالك اللي ما فيها هيا 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 كاع أوجاك بيتشيتشي وسع وسع أوجاك بيتشيتشي وسع وسع أوجاك بيتشيتشي وسع وسع انا يا انا 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 كنقول لك بلي انت ولا ستار انت ولا ستار خلاص فتحلالك نسيت روحي شخنت واش راك صافي سمعنا ما شفتكش وحشتك يا صباح الحمد لله وانتم ماكم خير سقسوا عليا شويه انايا طروازون ما شفتوش ثلاث سنين كوما انتودي هنا هاو هنا هاو ليك والله طروازون شفت عليه 2019 عني ماشي طروازون تخلى 17 17 فان 2017 17 انا كنت نعذر كاع والله 17 بالك نسى راح له شويه لي شيف بيتشيتشي يلا عاد كبر البركه والله غير مازالوا حطوا مازالوا بوغوس قالوا كبر ما كبر ما والو وا سيرو صافا خويا العزيز خويا كوكو كينا اسمع لعيبه ما كانش الناس اللي فات قولها وين كنتي وين كنتي نعينا تفضل كيفاش الدار؟ كانت في الدار اوكي سير كانت مريضه بيتشيتشي كنت مريضه كانت مريضه بالك بيتشيتشي كانت مريضه شي الزين ما هنا شكون هادي؟ هادي اسمع هادي بوكسوز ديال البوكس هادي بولا بوكسوز هادي تخلطش فيها بوكسوز ضرب البوكس زين كاين هذا بوكسوز خلي بوكسوز ما تقعش سليماني والله بوكسوز هي لا لا بوكسوز ما كنتش كنور حنا بيتشيتشي بيان سقمراك ايوا دابا مرحبا بلي زانفيتي تاعنا رميسا وشيخ جودي وليكيب ديالنا بيان سور بيبليك اللي حاضر معنا نقول لهم مرحبا بكم دابور افونس شي موح هاك لقيت روحك أيوة. انا مع الاخر لقيت روحك مع البيبليك اليوم انا مع بيتشيتشي اه تيديك انا تاع نعجبنيش لي وانا راقد عيا بيتشيتشي باسكو بالك مقبل هو يستنى فيك دونك على جنب تنوضوني هنا خلاص جيت وجا بيتشيتشي هذا هو الصح هذا هو الصح هذوك هذه حيه هذه قول لي بيتشيتشي واش 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 نحكوا هاد السمانه واش نقصروا واش قالوا لي جبت عبد الساح حبيت تهضر عليها اليوم يا سير واش كل خطره عندي واش نهضر على بالي انتوما شكون تهضروا هم يهضروا على
على البالون وش صاري البوليتيك و... احنا بون هضرنا على شويه، هضرنا على الفوتبول المنافسه الافريقيه، هضرنا على صرار، هضرنا على زتشي صرار يا ودي شوف دوك نفهمك بصح ما تزعفش. هضر عليا ماشي، هضرش عليك ما هضرش عليك يا صدق انت كذا ني سيريلو لا واش تسوي واش دير لك ني سيريلو هضرش المره اللي خاب سمع المره الاخرى كي جاز معك واش دير لي شوف انت كان راح يزني لك فلوس ما معناتها لك ماشي ديك شنو هادي ديناتنا نضر نهضروا اي واش دير هضر على هضر على نسر واش نسر وقال باللي قال لك نسر ما يشرفش ما يشرفش فريق وفاق سطيف قال لي كل جيفه كل جيفه لا دوك نفهمك باش يجي باش تفهم باسكو انا اللي نقدر نفهم اللغه شويه معليش معليش فهموا اه انا شادي نو تما ياك تهاك كي تشوف تنظن تزيدوا عليا كي شتروا نايسه هنا خلا واش دي كنت روحك جاي عيا هاكا حتى تضحكوا عليك هاك تقصر هاك تقصر مانيش نقصر على سيري تقلق يا تزعف شاف واو تما واحد كي يلعب عاق نعاكم تركدوا خلاص ما تزعفش ما يدلع خلاص خلاص بيتشي انا في تلفزيون انا قصر انا زعلت عليك هو الاحمر شغل يا عمري ولا احمر لي انا قصر معاك واش دير انت عندك انا ندير الهدات روح روح خليني نهضر روح هضر سرار قال لهم باللي نسر اللي في اللوغو تاع وفاق سطيف لازم نبدلوه علاه واش دار له نسر نو باسكو قال لك نسر ياكل جيفه وي وي على غير نسر ياكل جيسه هذا واش قال فاروق من قبيله على العيدات نوض ياكلوا جيسه هذا واش قال فاروق هنا كي ياكلوا جيسه يهضر على نسر خليني ندي صندوق الحيوان نسر صاحبي ايه لا واش كي واش يدير كي الحين نسر نو حبي شغل ينحي ويدير لوغو واحد اخر ديرني انا لا نزوق اه وليك والله عندنا هذا شي طلعوا لنا النزوق هذا يهضر لي على نسر صح هذه راه والله انا نقدو غير يهضر هكا باسكو لا العظيم خلاص معليش معليش خلاص خلينا من الفوتبول والله غير عينا هضرنا بزاف على البالون خلاص هضرنا بزاف على البالون بصح انا جيت انت احكي لي انت واش ديرونجاك باسكو سمعت من قبل تهضر مع بلال على واحد الحكايه هكذا هو جاب لكم البريك تاع بليتو اون فيديو تاع مونيا بن فغول او حق مونيا بيان سير واش دارت لك مونيا باسكو زوزاتي لا دال زوزاتي لا دال تريك شنو حاجه تحرق خلاص خلاص براسك دوك نفهمك جاب الفيديو تاعها باسكو دومونديت ليكسكوز دارت فيديو صرحت وطلبت سماح من الشعب الجزائري حاجه مليحه نشوفوه ولا نشوفوه 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 وي عطيونا امين عطينا الفيديو دوك يزعف بيتي مليحه Mélaha, on reprend sur de bonnes bases. Mélaha, on tourne la page. Mélaha, on a de la face positive. Mélaha, Mélaha, plus d'amour, plus de joie, plus de bonheur, plus de positivité un peu partout. Il y a une bad mess. Je fais mon blé, Anna, donc Ayert ou Lesbit, gars les Algériens. Ce qui n'est vraiment pas logique parce que depuis mes débuts voilà encore le com Bliana ben quartier populaire Zaida ou Kabra fi Bab El Oued yani ben Chab mon mari est algérien mon père est algérien mes meilleurs amis même idem عندي خاوتي mais j'ai des amis que je considère qui m'a خاوتي سمحوا لي الناس اللي فهمتها هكا واللي قاست الهضره قلت لكم واللي قاست الهضره Bon, il y a eu des gens, Lidia Okalouli, il y a eu d'autres personnes qui se sont exprimées d'une autre manière. Perso, Anan Samhaganes, je ne suis pas un des Hadja. Et personnellement, même, franchement, les MFMH, Mélih, ou les Koutl, comme encore une fois, Ratou, Hadara, ou les Hassab, les Koutl, Hadara, je m'excuse. Voilà, donc كما كنتو تشوفوا لونسيانه ومن بعد هضره كما كنتو تشوفوا بونيا فغول بن فغول صرحت وطلبت سماح من الشعب الجزائري على لا فيديو اللي دارتها وصارت جدل كبير دونك بيشيتي شتوني روعر شنو شتوني روعر كيف تشومي روعر تشومر تسي دور سي قد تكون سنحولي صح علاش نقدروا نشوفوا بليك حاجه مليحه طلبت سماح طلبت سماح انا سمحت انا لا ما تسمحش ولا سنح ولا سمح ولا سمح ولا شيء بصح نفهمك حاجه ما درتش عشواده بيتيتشي يا زعما ماشي ندافع عليها بصح هي ما درتش عشواده لا غير دوك كي تنسى هكا ما درتش عليها هايدا 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 شوفي كيف كانت جاره وزك كيرين زومبيز كيرين لي زومبي اونو
كمل بيتشيتي دونك نسمح لها بصح انا نسمح لها وماذا بينا كاع اللي راهم هنايا يسمحوا لها باسكو علاش باسكو انت حليت نو ماشي كيسيون نو باسكو مسامح كريم بيتشيتي هي غلطت ودوموندات صح الجنة علاه علاش كانت جنة انا راني حسيتها سيا بصح هي كي غلطت كي قالت كاع ما ترانسفيرش انا نسيت تقول كاع قولي شوية قولي كاع تقول لك بيتشيتي لا لا دونك عاد الجنة نو بيتشيتي لازم نسامحوها باسكو غلطت والمسامح كريم كيما قال ربي ونبي لازم نسامحوها وي وي نسامحوها هذا ما كان ولو كان دوكا روميسا تجي تقول لك سامحني ما سامحناش لازم تجيش تعاود نو ما تجيش تعاود نورمالمون يا نعناع انا شتيك بصح ما تزيديش تعاودي خلاص ما تجيش تعاود بيتشيتي سير سير هاي خلاص انا سامحنا هاي صح بيتشيتي هاي هاي صح بيتشيتي هاي خلاص اكيد مسامحه صحيح اكيد مسامحه اكيد مسامحه وخلاص كان والو بحلالك يكون عاقل لا تعجبني كي تكون عاقل لا لعبه كان واش راني حاب بلا راني حاب لو كان وكان روميسا جديه نضرنا والله غير بوكسوس يا ودي تقعش نحقرها انا نقول لك صراحه نحقرك راني صحي عاقله انت يا شاده مسكينه حنينه كاع والله مزيان التحت دير البوكس بيتشيتشي وين بدي تخلاني عباك بلي يا اخي كاين نسى يدير البوكس على بالك وي ما تخرجش على بالك دخلوا البوكس دوكا وي كاين بوكس كاين كلش ايه شوف مهبيله انا خاطيني وراني ندير ديرو البوكس دوك يوريو لك بلي كاين نسى اللي يديروا البوكس الا عندكم هنا وريو له كاين كاين بيان سور كاين عطيني امين وريو له وريو له ورانا دون نساعد هنا ورا يلا طيش ياه كاش خدعتها شوف صرعتها شوف شوف شفت بيتشيتي بسم الله الرحمن الرحيم بيتشيتي انا قلت لك لو كانت بوكسي معنا انا قلت لك شحال هذا اللي الحاله خشينا هكا انا قلت لك شتك خدعتها خدعتها التركيت بيركيت وي تعرف لي بيركيت ياسير هي دير هكا ايبا رميسا هكذا في الرينك برك دوكا تشوفها عاقله سنة تبانش ما تبانش فوالا ما ضاير خداعه بيتشيتي ما ضاير خداعه رجلها وعلى بيتشيتي انا كنت نقصر القديره صح رجله وعلى بيتشيتي اش كنت انت دوك تخدعك ديرك لا لا هو ديفوند عليها او كونترير هو راه يعرف صلاح وعلى دار واش كاين حلان شوف نديرو حاجه معنا نبروبوزي الحاجه واش رايك لو كان نشوفو شويه بوكس ما خاطيني نقدر لاش انا خلاص نشوفو ماشي انت خاطيك انت دير اربيتر برك ايوه هيا رابح شكون دوك يجي رابح مسؤول بلاطو عطوني تصفيقه على رابح صحه اصبر دقيقه رابح ما نعرفش يعطيك الصحة رابح رابح انت افضل مسلسل في الوطن الجاي في تاريخ السمع البصري رابح خديجة الوزن خسيس الوزن خسيس خسيس خديجة الوزن خسيس الوزن خفيف لا لا قول خفيف قول خفيف شغل ريشة مسكينة ديلا هوس والله الحقرا تما ما تدير معاه ما تدير معاه نعيمة مع خديجة ولا مع من دير معنا نعينهم معينا عطلت الدوالور ما حسيتش ما حسيتش هي حنان هادي غير هكذا كنت غادي نكوتي غادي نكوتي قولوا لي نو صاي هاي نعينا نروحوا لورو بليك بيان سير نروحوا لورو بليك مشاهدينا الكرام باش نختموا بيتي تاعي يكون اربيت والصراع راح يكون بين رميسا ومارادونا ولاعب حيوادي يلا كرام كاين سنة سنة واه انت طانيني علاه انا انا اللي رديت اي راح هضر كي راه كنت زين مشاهدين الخيران اليوم راه تتخلط بين رميسا ونعينا كيفاش يديو كمل روح كيفاش ما نعرفش كمل ليسونسيال ما كاش الكوتيات نعينا انت نورمال زلال اش نورمال تقدري تخدعي تزلي واه هادي هي نورمال هو رميسا رميسا تقاردي درك هيا روح هيا 1 2 3
هذا نزال بين نعيمة والبطلة رميسة بصح الغلبة ولا من ولاد؟ نعيمة تاعنا نعيمة تاعنا ثاني إذا مشاهدينا الكرام بهذا نصل أو ذي البيستون أو ذي البيستون على بالي ذي البيستون يعطيكم الصحة يعطيك الصحة بلال يعطيك الصحة بيتيتشي ميرسي بوكو شنو أنت نعيمة شردني شوف أنت عطتني حدا أنا دخلة قالت لك إيه آه داكور والله تبيع روحك أنا جامي كاين اللي صار ديتو عنها لا كيديرها بيتيتشي لا غنفق لك على هذه هيا نخدموا بلال يعطيك الصحة شكرا جزيلا دوكا نختموا خيني نختم واش تخدم نختموا الحصه يعطيكم الصحه صافي بليزير كنت حاضر معكم مع شيخ جودي رميسه لا شامبيون تاعنا كريم نعيمه خالد فاروق تحرق لي نعاقا خاطر خدعك ما تخافش انا هنا خاص من رميسه يعطيك الصحه بيجي جاي خلاص ما انا ما نسكتش هذا انا تخايش تصل على كنت صغير تخليتي يعطيك الصحه مع فاروق بيبليك اللي كان حاضر معنا يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه ميرسي بوكو يعطيك الصحه صحه بلال انا ثاني نشكر كامل الكيف يعطيكم الصحه فاروق خديجه نعيمه كريمه يعطيكم الصحه رميسه ميرسي بوكو كنت حاضره معنا اليوم يعطيك الصحه نتلاقاو ان شاء الله في مواعيد اخرى بوكو بوين ميداي ملي جوز اولمبيك ان شاء الله يعطيك الصحه ميرسي بوكو رميسه شيخ شرف ليا شكرا جزيلا يعطيك الصحه عليك توفيق ان شاء الله ان شاء الله عجبتك الميسيون مشاهدينا الكرام الى هنا نصل الى نهايه عدد الثاني من برنامج ناس البالون نتلاقاو ان شاء الله الاسبوع المقبل نخليكم نختموا باغنيه رودريغو الأرجنتيني اللي هداها للراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم طبعا أغنية صدرت عام 2000 من عند الفنان الأرجنتيني رودريغو باسم لا مانو دي ديوس يد الإله بهذا نصل إلى نهاية هذا العدد تلقوا أسبوع مقبل على خير